مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي ليلة. وقبل أن نبدأها بخبر خاص وحصري لقناة الأهلي، جدير بالذكر طبعا أنه الناقد الرياضي الكبير ورئيس قناة الأهلي الدكتور خالد توحيد تعرض لأزمة صحية صباح اليوم، وتم نقله على أثر هذه الأزمة من النادي الأهلي إلى مستشفى المعلمين، ويخضع الآن في العناية المركزة. بتأكيد الدكتور خالد اللي بنتمنى له وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته بالشفاء العاجل، له مكانته الكبيرة جدا على كافة المستويات، على المستوى الإنساني والعملي والمهني، وعلى المستوى الأدبي أيضا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية، فضلا عن مكانته الخاصة جدا لدى قيادات النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، ولدى أسرة وزملائي الأعزاء أسرة قناة الأهلي، وإن شاء الله نطمئن عليه خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بإذن الله. خلونا ننتقل مع حضراتكم لفقرة الأخبار، وبداية هذه الأخبار خبر صار لكل جماهير النادي الأهلي، لأنه خبر متعلق بواحد من أبرز نجوم الكرة في مصر وفي الدوري المصري، وكان محط أنظار الجميع عودته ومرحلة الاستشفاء وجاهزيته ومشاركته بقوة وتأثيره الإيجابي خلال تواجده في الفريق خلال الفترة اللي فاتت. جونيور أجاي نجم النادي الأهلي والمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يجدد تعاقده لمدة 3 سنوات قادمة، ده اللي أعلنه مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ رسميا، والانتهاء من المفاوضات، وابدا النادي الاهلي رغبته في الابقاء على واستمرار هذا اللاعب وتقديم خدماته خلال اعوام قادمه للنادي الاهلي. وهو ما اكد عليه ايضا على الجانب الاخر جونيور اجاي اللي بيؤكد سعادته وانتمائه الشديد للنادي الاهلي ورغبته في استكمال مشواره الاحترافي وتجربته الناجحه ورائعه مع النادي الاهلي المصري، وبالتاكيد اضافه للفريق. وواضح ان في توجهات لدى مجلس الاداره ولدى كل القائمين على شؤون كره القدم في النادي الاهلي واولهم الكابتن محمود الخطيب على تمديد عقود كل اللاعبين اللي بيعدوا من القوة الضاربة والحفاظ على القوام الأساسي للفريق وسقف الطموحات اللي بيزيد عند جمهورنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله على كافة المستويات محليا ودوليا. في نفس الإطار الخاص بتمديد بعض العقود، عقود لاعبين سواء كريم نادفيد اللي جدد تعاقده هنأتي إليه بعد قليل بالحديث، لأن عندنا خبر خاص جدا وتأكيدات من اللاعب كمان على استمراره مع النادي الأهلي، وأنه في شائعات في الفترة اللي فاتت بيؤكد أنها غير دقيقة، رغم أنه كل لاعب عنده حلم الاحتراف في الأندية الأوروبية وفي القارة الأوروبية، لكن كريم نادفيد كمان بيجزم أنه باقي مع النادي الأهلي وأنه ده كان سبب رئيسي لتجديد تعاقده لمدة 5 سنوات قادمة لرغبته في تقديم الكثير والكثير لجماهير النادي الأهلي في الفترة اللي جاي، وسنصل إلى هذا الخبر خلال دقائق قليلة. مارتن لاسارتي بيؤكد أن المعنويات مرتفعة جدا، المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي بيقول أن العمل جاري بتركيز وبيجري على قدم وساق للضغط الشديد والفارق الزمني القليل جدا بين مباراة وأخرى على المستويين المحلي والدولي، وارتباطات النادي الأهلي اللي هي الأكثر عالميا في هذا الشهر خلال شهر فبراير 2019 أعلى معدل للمباريات على مستوى كل أندية كرة القدم في العالم، النادي الأهلي بيلعب أكثر من 8 مباريات خلال 26 يوم فقط. النادي الأهلي بيؤكد المدير الفني للفريق الأول مارتن لاسارتي أنه كان البعض غير راضي عن الأداء في الفترة اللي فاتت، ولكن أيضا بيقول أنها شائعات غير دقيقة وغير صحيحة أنه تم توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية على اللاعبين. بيقول بالفعل بنلفت الأنظار وبنقف وقفة جادة كجهاز فني مع اللاعبين أنه المباريات اللي جاية لا تحتمل الضغط العصبي أو التوترات اللي كانت مصاحبة لنتائج المباريات الأخيرة، يطالب الجهاز الفني بالحسم المبكر في كل المباريات وباستمرار الحافز في زيادة الفارق من الأهداف مع المنافس في كل مباراة محلية أو دولية عشان ما نتركش أي شيء لأي خطأ وارد من أي فريق في أي وقت من المباراة. ودي طموحات الجماهير اللي كان عندها كمان توتر شديد جدا في المباريات اللي فاتت اللي كانت بتنتهي بفارق ضئيل مع المنافس في أي مباراة. لكن مارتن لاسارتي بيقول الكل بيجتهد، الضغوط شديدة جدا بدنيا وذهنيا ونفسيا على اللاعبين، والجدول طبعا ضاغط جدا على النادي الأهلي، لكن بيؤكد أن الجهاز الفني واللاعبين قادرين على تجاوز المرحلة الأصعب على الإطلاق في مشوار الأهلي سواء في الدوري العام أو في البطولة الأفريقية. وبيشير إلى أن الإيجابيات كثيرة جدا وأن عودة نجوم الفريق وجاهزيتهم الكاملة واستشفاء عدد كبير من القوى الضاربة للفريق اللي بيتم تجهيزهم عن طريق أخصائي الأحمال والفريق المعاون للمدير الفني مارتن لاسارتي، كل دي من الأمور الإيجابية اللي بتبعث على التفاؤل. التفاؤل ده كمان والثقة دي موجودة عند جماهير الأهلي وثقتها في نجومها بلا حدود. الفترة اللي فاتت كمان البعض تداول أسماء بعض اللاعبين بعد كل مباراة، كان في نوع من التقييم بالقطعة، البعض قال رمضان صبحي كان متألق في المباراة دي، حسين الشحات ما
كانش متألق في المباراة دي، لكن الحقيقة أن غالبية الجمهور بيثق في القوام الأساسي للفريق وكل النجوم الموجودين. جمهور الأهلي بيعرب عن سعادته البالغة على المواقع وتأكيده على ثقته اللي طبعا هي بلا حدود في كل نجومنا، خاصة الصفقات الجديدة والإضافات الجديدة سواء العائدة للفريق على سبيل الإعارة زي رمضان صبحي أو التعاقدات الجديدة وانضمام نجوم جدد للفريق لم يكونوا في الأهلي في الفترات السابقة زي النجم حسين الشحات. الكل مدرك وفاهم طبعا طبيعة وبلغة كرة القدم أن أي نجم مهما كانت قدراته وتميزه ممكن ما يبقاش موفق في مباراة، لكن يتألق في مباراة أخرى طالما بيبذل الجهد وبيقدم كل المطلوب منه وبيطبق في الملعب كل التكليفات الخاصة برؤية الجهاز الفني والتاكتكس المطلوبة منه من المدير الفني للنادي الأهلي. وده طبعا حسين الشحات لاعب بنثق في قدراته أنه هيكون إضافة كبيرة جدا، وبالفعل هو من العناصر المؤثرة جدا مع الفريق، وأنه جمهور الأهلي فاهم وذواق لكرة القدم وعارف قدرات لاعبيه، بيقول احنا واقفين مع الفريق وفي ظهر الفريق في الفترة الجاية وداعمين للفريق وعلى ثقة انه ان شاء الله هيقدر يحسم بطولة الدوري والبطولات اللي بياخدها سواء على المستوى المحلي او الدولي. نصل مع حضراتكم لهذا الخبر، وهو خبر مش رؤية لفريق العمل في برنامج الاهلي ليلة او زملائنا في فريق الاعداد. التأكيدات تمت مع زملائنا في اتصال مع نجم الفريق الشاب كريم نادفيد، واحد من النجوم اللي مستواهم بيزيد من مباراة لأخرى في الفترة الأخيرة واللي بدأ ينال رضا الجماهير والنقاد وكل المتابعين وكل من يتابع كرة القدم في الدوري المصري، إن كريم نادفيد من اللاعبين اللي قال عنهم أكثر من ناقد رياضي وأكثر من متابع أنهم جوكر بلغة كرة القدم، وأنه بيعتمد عليه في أكثر من مركز، وأن أي جهاز فني قد يرغب في ضم لاعب بقدرات كريم نادفيد. معنوياته مرتفعة جدا، أصبح من الإضافات المؤثرة فنيا وإيجابيا على الفريق في الفترة اللي فاتت في اكتر من مركز بيتم الدفع بيه حسب متغيرات فنية من مباراة لاخرى وحسب قدرات منافسي الاهلي في المباريات المختلفة. في هذا الشأن كريم نادفيد بيقول: بالتأكيد لدي حلم الاحتراف ولكنه مؤجل، تركيزي الاول والاخير اولوياتي رقم 1 و2 و3 و4 حاليا، والكلام على لسان النجم الشاب كريم نادفيد، هي بقائي في النادي الاهلي وتقديم الكثير والعطاء والاسهام مع زملائي في طبعا حصد مزيد من البطولات للنادي الاهلي محليا ودوليا في الفتره الجايه، ولا افكر على الاطلاق في انهاء تعاقدي او ترك النادي الاهلي في هذه المرحله. وبيقول انه منطقيا لو كنت بفكر في ده كنت اجلت عمليه التفاوض او كنت طلبت من النادي انه لا يتم تمديد عقدي لهذه المده اللي هي 5 سنوات. فبالتاكيد هو من القوى الضاربه للفريق وهو اضافه كبيره، وسعاد بتأكيداته على رغبته في الاستمرار وحصد البطولات مع النادي الأهلي. الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق الأول، منح الجهاز الفني لاعبي الفريق الأول راحة لمدة يوم واحد أمس الأحد بعد المباراة الأخيرة، وبيستعد بقوة للمباراة القادمة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق الداخلية. لاسارتي بيطمئن على خماسي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو ورامي ربيعة وصالح جمعة وأحمد حمودي، شاركوا في مران الفريق وفي كمان تدريبات خاصة للتأهيل البدني لبعض النجوم اللي كانوا غائبين عن الملعب في الفترة الأخيرة للتأهيل أو الإصابات أو مرورهم بعملية ومرحلة الاستشفاء زي نجم هجوم الفريق الأول وليد أزارو. بيخضعوا لتدريبات بدنية تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال أو مدرب الأحمال في النادي الأهلي، وبيشارك بعضهم زي النجم الكبير أحمد فتحي في تدريبات الفريق كاملة، لكن في النهاية بنقول أن هذا الخماسي أصبح بيقترب جدا من الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات، واللي بيحدد الأمر وبيحسمه بشكل علمي ودقيق الجهاز الطبي للفريق الأول في النادي الأهلي خلال الساعات القادمة. فقرة تصويبات وتقسيمة في المران دي كانت من الأمور الفنية اللي ركز عليها أيضا للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، المهارات المختلفة اللي ممكن تحسم المباريات اللي جاية والتأكيد على تكرارها في التدريب أكتر من مرة عشان نستفيد بكل الفرص أو حتى بأشباه وأنصاف الفرص اللي ممكن تكون متاحة في أي مباراة قادمة سواء في الدوري أو كاس مصر أو البطولة الأفريقية. والشناوي وعلي لطفي كمان بيشاركوا في المران الجماعي بعد الشكاوى اللي عانوا منها خلال الأيام القليلة الماضية خلال الإحماء قبل المباراة الأخيرة مع الإنتاج. كان نجم حراسة المرمى محمد الشناوي شكى من إصابة ولو شد بسيط في العضلة الضمة، لكن فضل الجهاز عدم الضغط عليه حرصا على الحفاظ على القوة الضاربة للفريق، وأنه في بدائل متاحة حاليا بتدي اختيارات ومرونة في عملية التبديل والتوفيق في صفوف الفريق في أي مباراة، وده طبعا الميزة للصفقات
الجديدة ولوجود أكتر من عنصر كفء سواء في اللاعبين في كل الخطوط أو في حراسة المرمى، ده اللي بيدي طبعا سهولة في الاختيار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي. لكن في تأكيدات على أنه في عملية تجهيز للحارسين المتميزين الشناوي ولطفي للمباريات اللي جاية، وسيتم حسم إمكانية مشاركة والدفع بالشناوي من بداية اللقاء القادم يوم الأربعاء إن شاء الله أمام فريق الداخلية بعد خضوعه للفحص الطبي لتأكيد الأمر وحسمه. والتدريبات البدنية الإضافية أيضا لفتحي وأزارو، فتحي وأزارو راجعين من فترة إصابة ابتعدوا عن المباريات لفترات متفاوتة، طبعا فترة غياب النجم أحمد فتحي كانت أكبر أو أكثر في المدة الزمنية، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي ومخطط الأحمال وضعين برنامج متكامل خارج التدريبات الجماعية بالإضافة للتدريبات الجماعية ومشاركة الثنائي المتميز فيها، لكن بيحرصوا على تجهيزهم بدنيا وتأهيلهم بأسرع وقت ممكن عشان يكونوا فيت وفي التوب فورم فنيا خلال مشاركتهم وبدنيا ان شاء الله وقت قرار الجهاز الفني او المدير الفني مارتن لاسارتي الدفع بيهم في اي لحظه من المباريات القادمه. والاهلي بيبدا ترتيب اجراءات رحله الكونغو، زي ما قلنا لحضراتكم الفتره دي مضغوطه جدا واستثنائيه، وزي ما قال ناقدنا الرياضي الكبير بالامس الاستاذ ابراهيم حجازي انه اعلى معدل عالميا لاي فريق من فرق كره القدم المعدل اللي بيؤدي بيه المباريات خلال ما يقرب من 72 ساعه كل 72 ساعه مباراه، الراحه لا تزيد عن يومين او ثلاثه بين مباراه او اخرى محليه ودوليه، وفيها رحلات خارج مصر وفيها سفر وساعات طويله وارهاق اضافي وترتيبات خاصه باقامه وتدريبات واجواء مختلفه، كل ده بيصعب مهم اكتر، لكن بنقول الجهاز الفني ونجومنا قادرين على تحمل المسؤوليه، وده قدر النادي الاهلي دائما ابدا، حجم التحديات الملقاه على عاتقه في اي بطوله والهدف دائما ابدا بيكون حصد الالقاب والمركز الاول ولا بديل عن هذا الهدف، وده الحافز والدافع الاكبر دائما للاعبينا وجهازنا الفني. التدريبات مجلس الإدارة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني للفريق الأول، الكل بيعمل اتصالاته وترتيباته وجاري العمل بشكل كبير جدا وبذل الجهد من أجل ترتيب الأمور الخاصة برحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلاب الكونغولي يوم 9 مارس إن شاء الله في الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات في بطولة أفريقيا أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي. النادي الأهلي إن شاء الله يحسم الأمور، الناس كانت كل الجمهور كان طبعا بيتمنى الحسم في المباراة اللي فاتت، لكن زي ما قلنا لحضراتكم الظروف صعبة جدا في الفارق الزمني وفي حجم الأعباء الملقاة على اللاعبين نفسيا وذهنيا وبدنيا وفنيا، حجم الضغوط اللي بتواجه الفريق في هذه المرحلة واللي طبعا بتصعب عليه المهمة، لكن هم قادرين على هذا التحدي، والجمهور بيقول انهم هيقدروا ان شاء الله يتخطوا المرحلة دي بأفضل نتائج وأفضل حصاد ممكن من النقاط سواء على مستوى البطولة الأفريقية أو الدوري المصري ومسابقة كأس مصر بإذن الله. طبعا كاس مصر المواجهات مختلفة بالنظام، طبعا استمرار فريق في البطولة وخروج فريق آخر بعيدا عن حسابات النقاط، ولكن في النهاية نفس المحصلة، الهدف هو الفوز في كل مواجهات الأهلي القادمة، عشان كده مارتن لاسارتي بيقول اننا لازم نركز اكتر واستراتيجية الفريق واللاعبين يدركوا اننا مش عايزين نترك اي فرصة لفقد اي نقاط او لإضاعة اي مباراة في الفترة الجاية، لان ده ممكن يؤثر كثيرا بشكل سلبي على الفريق، عشان كده الجهاز الفني بيشتغل على تصحيح الأخطاء الفنية اللي ظهرت في المباريات الأخيرة وصعبت الأمر شوية عشان تبقى الأمور أسهل على اللاعبين والحسم يكون مبكر وبفارق كافي ومطمئن من الأهداف في أي مباراة قادمة إن شاء الله. بيتواصل طبعا المسؤولين في النادي الأهلي والكابتن سمير عدلي بيأدي مهمته على أكمل وجه في التواصل مع الجانب الكونغولي والمسؤولين سواء في سفارتنا في الكونغو أو المسؤولين في نادي فيتا كلاب الكونغولي عشان التأكيد على كل الأمور اللوجستية والتيسيرات الخاصة بالفريق واستقباله وتنقلاته وإقامته وملعب التدريب وكل الأمور اللي ممكن تخلي مهمة الأهلي في مواجهة المنافس فريق فيتا كلاب الكونغولي على أكمل وجه إن شاء الله. النادي الأهلي بيتصدر هذه المجموعة حتى الآن من 4 مباريات، رصيده 7 نقاط وبيتصدر المجموعة قبل المواجهتين القادمتين، أو فاضل له بس طبعا مباراتين في المجموعة مع كل من فيتا كلاب الكونغولي على ملعبه وشبيبة الثورة الجزائري على ملعبنا إن شاء الله، ونكون الحسم ويكون الفوز حليف فريق الأهلي في هذه المباريات. مرة تانية بنأكد على حضراتكم التجهيز يعني قريب جدا إن شاء الله، فرص مشاركة النجوم اللي هنذكر أسمائهم دلوقتي لحضراتكم فتحي وصالح وحمودي منتظمين في المران الجماعي واقتربت جاهزيتهم من حالة الأداء الكامل أو الجاهزية الكاملة اللي ممكن على أساسها يتم الدفع بيهم في المباريات المقبلة إن شاء الله.
ومران استشفائي للأساسيين في تدريبات الأهلي. التدريب طبعا تدريب استشفائي أو التخفيف الأحمال نظرا للضغوط الشديدة اللي على الفريق بدنيا زي ما قلنا لحضراتكم، لأن الجدول مضطرب جدا ومضغوط جدا والفارق مش كافي للاعبين شأن الظروف الخاصة بالوقت المعتادة في جدول الدوري في الظروف العادية أو في ارتباطات أي فريق في ظروفه العادية. عشان كده الجهاز الفني حريص على تخفيف الأحمال في بعض الفترات حتى لا يصاب اللاعبين بحمل زايد أو إصابات نتيجة الحمل المبالغ في عليهم بدنيا من توالي وكثرة المباريات. عشان كده المجموعة الأساسية اللي شاركت في اللقاء اللي فات والمرتقب أيضا الدفع بيها أو بداية اللقاء القادم بهذه المجموعة يوم الأربعاء القادم لقاء الأهلي مع الداخلية بيكون في تركيز من الجهاز الفني على أن تدريبهم يكون خفيف بدنيا أو استشفائي عشان ما يصابوش بأحمال بدنية زائدة أو تتسبب هذه الأحمال الزائدة في أي إصابات في صفوف الفريق. بعثت الأهلي 2006 تعود إلى القاهرة بعد الفوز بالكأس الفضية من الإمارات العربية الشقيقة، دولة الإمارات، واستضافة هذه البطولة الكأس الفضية لهذه المرحلة مواليد 2006. أهلي 2006 يتألق ويفوز في المباراة النهائية بعد تفوقه على أكثر من منافس من الفرق الإماراتية في نفس المرحلة العمرية المشاركة في البطولة، سواء كنا بنتكلم عن فريق عجمان الإماراتي فاز عليه الأهلي برباعية نظيفة في ربع النهائي، أو الفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة، وأيضا الفوز على ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية وحصد هذه البطولة. وتولى رئاسة البعثة في دبي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وضمت البعثة كلا من الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين والكابتن جمال السيد المدير الفني للفريق ودكتور أشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداري الفريق ومجموعة اللاعبين اللي هنذكر أسمائهم لحضراتكم دلوقتي: كامل محمد حارس المرمى، فتحي مصطفى فتحي حارس مرمى أيضا، مازن أحمد محمد وأكرم عبد العاطي ويوسف محمد علي، أيمن محمود قطب، ياسين أحمد محمد، محمد أحمد سعد، مصطفى أشرف محمود، عمر زكريا إسماعيل، عمر سيد معوض، محمد صلاح حماد، محمد شريف سمير، وعمر أحمد علي. طبعا بنطمن جماهيرنا على تركيز النادي الأهلي كمان على الأجيال اللي جاية، بنتكلم عن مراحل عمرية مختلفة، ولسه في الأخبار اللي جاية الحديث عن تميز فريق النادي الأهلي مواليد 2001 لعمرهم دلوقتي 17 سنة أو 18 سنة، وبنتكلم عن مواليد 2006 دلوقتي لعمرهم بيقترب من أو بالفعل هيبقى 13 سنة هذا العام. هذه الأجيال اللي بتمثل مستقبل كرة القدم في مصر وفي النادي الأهلي، في تركيز كبير جدا على إعدادها بأفضل شكل ممكن عشان تكون ذخيرة حقيقية لمنتخب مصر الأول وللنادي الأهلي خلال السنوات المقبلة. وده مرتبط بالخبر التالي: مدرب الأهلي 2001 يقود منتخب القاهرة للفوز ببطولة المناطق بعد الفوز على منتخب الجيزة في بطولة المناطق، بطولة الجمهورية للمناطق. وتألق الكابتن أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي مواليد 2001، ودول من المراحل اللي بتمثل طبعا مرحلة عمرية قريبة جدا من الفيرست تيم في النادي الأهلي أو من المشاركة في الدوري الممتاز في خلال سنوات قليلة جدا. عناصر متميزة اختارها الكابتن سراج لضمها لمنتخب هذه المناطق أو لمنتخب منطقة القاهرة، منتخب القاهرة قبل الفوز بهذا اللقب، واختار 7 من العناصر المتميزة في فريق الأهلي. وكان اختياره في الأساس كمدير فني لمنتخب القاهرة نتيجة لتألق الفريق تحت قيادة الكابتن سراج. خلونا نعرف منه تفاصيل أكتر عن شكل المنافسات في المرحلة العمرية دي وأسباب اختيار هذا الكم الكبير من نجومنا وأدائهم اللي شاركوا بقوة وكانوا من العناصر الأساسية والمؤثرة في منتخب القاهرة للمناطق الفائز ببطولة الجمهورية للمناطق. كابتن أحمد سراج مساء الخير وأهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ محمد ومتشكر جدا. كابتن سراج قول لنا تفاصيل اكتر، طمن جمهور الاهلي ومشاهدي القناه على مستقبل النادي الاهلي في كره القدم وعلى نجومنا، هل بالفعل هم 7 لاعبين الموجودين في منتخب القاهره؟ يمكن الاول طبعا تكمله الكلام حضرتك عن قطاع الناشئين، يمكن قطاع الناشئين من ابرز القطاعات على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا كلها. يمكن قطاع الناشئين في النادي الاهلي مليان بالمواهب. يمكن الحمد لله انا بالنسبه لي يمكن منتخب القاهره لما بدات اختار يعني 7 لعيبه يمكن ده رقم قليل. يمكن طبعا النادي الاهلي طبعا هو انجز حاجه في منطقه القاهره من انجز الانديه، ودايما استطباق باختيار المنتخبات والحمد لله يعني وفقنا في اختيار 7 لعيبه. احنا بنتكلم عن الاسماء، خلينا نقول لجمهورنا كمان الاسماء يا كابتن سراج: 7 لاعبين من الاهلي في منتخب منطقه القاهره: طه محمود، يوسف عبد القادر، عاصم سليم، هاني عمرو، احمد نبيل كوكا، عمر حجاج، ومصطفى هشام.
هل حضرتك بتطمن جمهور النادي الأهلي الكل مشغول بمستقبل الكرة في مصر، خصوصا مع ارتفاع سعر الانتقالات والصفقات بشكل أصبح مبالغ فيه ومزعج جدا؟ الناس بتقول بنتمنى نشوف نجوم جدد في الكرة المصرية في النادي الأهلي، في الفريق الأول، في منتخب مصر، من مدرسة الأهلي، من ناشئين الأهلي. هل ده جاي إن شاء الله في السنوات القليلة القادمة؟ طبعا انت كلامي حاجه جميله جدا. يمكن انا بطمن جمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا انا بشكرها جدا، هي دايما بتعرف المواهب اللي بتطمن عليها الجمهور. يمكن قوام اي منتخب في مصر ما بيقومش غير على النادي الاهلي، يمكن عبر تاريخ الكره المصريه يمكن ما فيش منتخب بيتعامل وبينجح في اي بطوله الا من عن طريق اكثر لاعبين ومميزه من لعيبه النادي الاهلي. يمكن منتخب القاهره لما بدا منتخب القاهره لما بدا مع يمكن اخترنا 7 لعيبه. يمكن كمان احنا في منتخب مصر طبعا احنا بنشتغل عشان تكوين منتخب مصر الشباب اللي جاب الكابتن رضيع فيه. يمكن كمان في 8 لعيبه كمان من نفس الفرقه في المنتخب مصر الرئيسي. انت حضرتك شايف طبعا يمكن على مستوى مصر وعلى مستوى الدوري حاليا الدوري الكبير، يمكن كل لعيبه معظم لعيبه الدوري الممتاز يمكن من لعيبه قطاع ناشئين النادي الاهلي. يمكن الفريق الاول كمان عندنا من اميز الفرق على مستوى القاره، اكثرهم من قطاع ناشئين، ودي حاجه طبعا انا بطمن بقى جمهور النادي الاهلي. يمكن احنا شغالين في نطاق بشكل مستمر لانتاج لعيبه مميزه للفريق الاول، والحمد لله يمكن ان شاء الله في المواسم القادمه ان شاء الله يبقى احسن كمان. مبروك مره ثانيه وبشكرك جدا المشاركه معنا في الحوار، وان شاء الله مزيد من النجاحات على مستوى المنافسات في المرحله العمريه اللي بتتولاها كمدير فني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كابتن احمد سراج، او على مستوى مشاركتك والثقه في قدراتك كمان ونجاحك مع الجيل ده من اللاعبين واللي اهلك لاختيارك لتتولى مهمه تدريب منتخب القاهره وتحسم الامر بالفوز بالبطوله او بطوله الجمهوريه للمناطق بعد فوز كبير على منتخب الجيزه في المباراه النهائيه بالنتيجه 3-1. كابتن احمد سراج شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. كابتن سراج بيطمن حضراتكم بنشوف اهو النتائج على مستوى اعمار او فئات عمريه مختلفه في النادي الاهلي. 2006 راجعين متالقين في الامارات بعد الفوز على مدارس كرويه مختلفه في نفس المرحله العمريه، مواليد 2006 عمرهم دلوقتي 13 سنه تالقوا وفازوا على فريق من ايطاليا واكثر من فريق من دوله الامارات، الدوله اللي نظمت واستضافت هذه البطوله المتميزه الكاس الفضيه. وايضا على مستوى العمر الاقرب للدرجه الاولى مستقبل النجوم اللي بيشاركوا في اي فريق او بيتم النظر لهم كمستقبل لكره القدم في اي مؤسسه رياضيه او كرويه في العالم، وزي ما احنا عارفين الجيل اللي كان فيه الكابتن الخطيب ونجوم كبار من هذا الجيل قلنا ان معظمهم كان بيبدا المشاركه مع الفريق الاول في مرحله 17 و18 سنه، وانه كان كتير من نجوم الكوره اصحاب التاريخ الطويل في مصر بيقولوا اللاعب اللي بيثبت جدارته على اقصى تقدير في مرحله 18 او 20 سنه بيكون بدا يشارك مع الفريق الاول في النادي اللي هو بيمثله او بيلعب في صفوفه. فاحنا بنتكلم عن مستقبل مبشر ان شاء الله، واضح ان في عوده للتركيز بشكل كبير من النادي الاهلي حاليا على مستقبل قطاع الناشئين وعلى انه يكون هو القوه الضاربه او القوه الدافعه للفريق الاول، ويبقى الاعتماد عليه اكبر مستقبلا ان شاء الله من الاعتماد على الصفقات الخارجيه. مبروك مره ثانيه لنجومنا المتالقين ووجودهم في منتخب القاهره للمناطق والفوز بالبطوله، وكمان تالقهم على مستوى النتائج بقياده الكابتن احمد سراج. مره تانية بنقول لحضراتكم المؤشرات ان شاء الله مطمئنه وايجابيه، حتى لو كان في بعض التعثر او سيناريو بعض المباريات ما كانش مرضي لاقصى درجه للجماهير، لكن الكل واثق في قدرات الجهاز الفني الحالي ومجموعه اللاعبين والصفقات والرؤيه الفنيه للاختيارات من مجلس الاداره ومن القائمين على شؤون الكوره في النادي بقياده الكابتن الخطيب خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي انتهت منذ ايام قليله. ان شاء الله انعكاس ومردود هذه الاختيارات ومرحلة الهارموني أو التناغم في الأداء توصل لأعلى معدلاتها بقيادة لاسارتي وجهازه المعاون خلال الفترة الجاية، وده ينعكس مش بس على النتائج على شكل الأداء كمان، اللي احنا واثقين إن المجموعة الحالية في صفوف الأهلي تقدر تقدمه وإن عندها القدرات الفنية والبدنية والإمكانات لاستيعاب التكليفات والجوانب الخططية اللي ممكن تأهلها للوصول لهذا المستوى. بكده بنصل مع حضراتكم لختام فقرتنا الأولى، فقرة الأخبار، ولكن ابقوا معنا النهاردة في الأهلي ليلة أكثر من فقرة متميزة من فقرات الحوار. زميلنا العزيز محمد سعيد هيبدأها مع حضراتكم بعد قليل، وفقرته الأولى هتكون مع الكابتن رمضان السيد.
اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها وبينورنا الكابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ونجم النادي الاهلي الاسبق. كابتن رمضان تحياتي ليك، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. الله يخليك يا محمد، اهلا بيك في البدايه، وعايزين نهنيك على تصدرك لمجموعه القاهره في دوري القسم الثاني، دور صعب التصدر فيه في اللحظات الاخيره، مهم جدا بالنسبه للفريق قبل الصعود الى الدوري الممتاز. اكيد طبعا، الحقيقه المنافسه قويه جدا في مجموعه القاهره الحقيقه، يعني انت بتتكلم في احنا 37 36 القناه، بتتكلم في 35 ترسانه، بتتكلم في 34 فريق مصر. اعتقد المنافسه قويه وهتحسم الحقيقه في الاسابيع الاخيره، يعني مش ما حدش هيقدر يحسم دلوقتي. يمكن اللي هيفرق كمان في خلال الثلاث اربع مباريات اللي جايين ان الفرق المنافسه هيقابلوا بعض، يمكن دي الى حد كبير هتحسم برضك بشكل ممكن يكون مثلا توصل ل 70-80%. دوري صعب جدا، دوري القسم الثاني تحديدا، لكن ليه دايما بنحس ان في تفاوت في المنافسه ما بين المجموعات الثلاث، مجموعه القاهره عن مجموعه بحري عن مجموعه الصعيد؟ يعني هو اعتقد ده يعني موجود في من 20 سنه، بتلاقي دايما مجموعه الصعيد فرقه واحده هي اللي بتبقى بتنافس، ويمكن يبقى في منافسه مثلا بين فرقتين وعلى نهايه الدور الاول خلاص الامور بتحسم، ويبقى الفرق بيروح ل 10 بونت و 15 بونت، بتحسم بدري جدا. الحقيقه مجموعه القاهره ومجموعه بحري طبعا المنافسه فيها بتستمر لغايه الاسابيع الاخيره، وتستمر اوقات لغايه الثواني الاخيره كمان زي ما حصل قبل كده. فلا، المنافسه في مجموعه القاهره ومجموعه بحري منافسه قويه جدا. وجود ثلاث فرق او اربع فرق في الرانكينج الاخير او في اللحظات الاخيره من التنافس في دوري القسم الثاني مجموعه القاهره تحديدا، ده مدى المنافسه شايفها ازاي؟ وهل ده بتتكرر كل سنه ولا السنه تحديدا مع الاسامي الفرق الشعبيه والاسامي الفرق الكبيره اللي كانت موجوده في الممتاز بقت موجوده في الممتاز ب، اصبحت المنافسه على اشدها من اجل التاهل للممتاز؟ هو اكيد هي المنافسه الحقيقه طول عمرها في مجموعه القاهره ومجموعه بحر الحقيقه بتستمر لغايه النهايه، لان في فرق كتيره جدا، في انديه شعبيه وبتصرف، وفي انديه شركات وبتصرف وبتصرف بشكل كويس قوي. يعني الحقيقه الاستعداد للموسم بيبقى على مستوى عالي جدا، بالنسبه للتكوين، بالنسبه لللائحه، بالنسبه لكل حاجه. الفرقه فرق ما عادش زي زمان كان في فرقه او فرقتين بس هم اللي بيصرفوا، لا دلوقتي في فرق كتير، عشان كده المنافسه هتستمر في مجموعه القاهره ثلاث اربع انديه، وفي نفس الوقت برضك مجموعه بحري ثلاث اربع انديه هيكملوا لغايه الاخر. أزمة الملاعب اللي موجودة بسبب موضوع كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة القادمة، في فرق في الممتاز به هتتضرر في المسألة ديت، ولا في الملاعب كل نادي ملعبه ثابت مفيش تغيير فيه؟ لا، في تغيير طبعا، حصل تغيير. طبعا السيدات اللي اتاخدت عشان استعدادا للبطولة الأفريقية أعتقد إن مش هتلعب عليها مباريات، خلاص بتتجهز للبطولة الأفريقية. يعني يمكن السويس مثلا المباراه اللي فاتت احنا لعبناهم ما لعبناهمش في الاستاد بتاعهم، لعبناهم في استاد عجرود لان الملعب خلاص اتاخد، الاستاد اتاخد خلاص، في ملاعب كتيره الحقيقه اتاخدت، ففي بدايل. يعني فرق النقاط، يعني بتتكلم في مباراه او مباراتين، فرص الصعود لسيراميكا ناديك تحديدا بشكل شخصي في التوقيت الحالي الفرص ازاي، وبتحسبها اكيد مين اللي هيجي لك على ملعبك ومين اللي هتطلع تلعبه بره؟ احنا يمكن الحمد لله احنا فرصنا كبيره، وزي ما قلت لك يا محمد الحقيقه ان احنا في خلال ثلاث مباريات هتلاعب الثلاث منافسين واجهات مباشره. واجهات مباشره، فاعتقد ان احنا في خلال الثلاث مباريات اللي جايين دول لو ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نعمل نتائج ايجابيه مع الفرقه دي هنكون بنحسم ان شاء الله بشكل كويس. ابرز الصعوبات اللي بتواجهها في دوري القسم الثاني يا كابتن رمضان، وانت ليك تاريخ طويل وحافل في مباريات الممتاز به وبخبراتك اكيد شايف كل سنه فيها اختلاف عن السنه اللي قبلها، الاختلاف للافضل والصعوبات اللي بتشوفها ازاي؟ الاختلاف طبعا للافضل لان المنافسه بقت قويه جدا، الملاعب بقت كويسه، يعني كان من فتره كبيره جدا كانت الملاعب لا ما تساعدش، ملاعب النهارده كل الملاعب انت بتلعب فيها ملاعب كويسه. الحقيقه بالنسبه للدوري الممتاز بي او دوري الدرجه الثانيه انا بقول ان اقوى من الممتاز. ليه؟ لانك انت يعني مثلا الفرق اللي بتلعب على المركز الاول او بتلعب على الصعود مفيش اي بدائل عن المكسب، بتلعب كل مبارياتك على المكسب. انت مثلا في الممتاز في مثلا اربع فرق او ثلاث فرق بينافسوا على المركز البطوله، وفي الباقي كله بيصارع مثلا بينافس ان هو مثلا ما ينزلش، في ناس بتتعلق في وسط الجدول، الامور اسهل. في فرق كبير جدا انك لما بتتعادل مباراه بتاثر معاك في ترتيبك في الجدول، عشان كده الفرق اللي بتنافس
بالذات اللي بتنافس بتبقى الامور صعبه جدا فنيه، لانك انت طبعا اي بونت بتخسره بيأثر معاك في ترتيبك في الجدول. متفائل بالمباراه القادمه؟ نسبه صعودك شايفها كبيره ان شاء الله باذن الله؟ محمد متفائلين كلنا، لان احنا الحقيقه تعبنا واجتهدنا وعملنا تكوين من اول الموسم، خدنا مسانده الحقيقه من الحاج محمد ابو العنين ومجلس اداره نادي سيراميكا، ويمكن زي ما قلت لك لغايه دلوقتي الناس في انتقالات مثلا يناير جبنا 5-6 لعيبه على مستوى عالي جدا، ما حدش تاخر عننا في اي حاجه خالص، فاحنا يمكن متفائلين ان احنا ربنا يكرمنا ونحقق هدفنا ان شاء الله باذن الله. كابتن رمضان ان شاء الله، دي كانت مقدمه مهمه جدا للحديث مع كابتن رمضان عن الفريق بقى اللي بيدربه خلال الفتره الحاليه فريق سيراميكا كليوباترا، وبالتاكيد الصعود في الممتاز بمثابه الفوز بالدوري بالنسبه لانديه الدوري الممتاز. لكن بالتاكيد بقى خلال هذه الفقره عندنا احصائيات مهمه جدا متعلقه بفريق النادي الاهلي، عندنا كمان تفاصيل مهمه لفريق النادي الاهلي بيستعد ازاي لمباراه الداخليه مباريات الافريقيه، الاهلي كيف تطور مع لاسارتي خلال الفتره الحاليه، وما هو القادم بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كابتن رمضان دي كانت يعني اطلاله كده بنحاول نعيش المشاهدين معانا ايه اللي هنتكلم فيه في هذه الفقره عشان المشاهد برضو يعرف النتيجة والأداء اللي وصل فيه الأهلي خلال الفترة الحالية، سواء بغض النظر فاز في مباراة أو تعادل أو خسر حتى مباراة أو اتنين، لكن في نفس الوقت في نقط مضيئة ظهرت تدينا انعكاس للمرحلة القادمة، مع في نفس الوقت في منافسة على كل البطولات اللي بيلعبها الأهلي. أكيد بنسبة 100% مستر لاسارت الحقيقة أعاد شخصية فريق النادي الأهلي اللي كان مفتقد الحقيقة في الفترة اللي فاتت، كان أنا حتى هنا في معاك قبل كده وقلت الكلام ده عن الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، التيم كان موجود فيها، وحتى انا كمان ايه يعني يمكن بختلف مع ناس كتيره بقول ان مش الصفقات بس لوحدها هي اللي صنعت الفارق، لا الصفقات طبعا جت على مستوى عالي جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت انت ممكن تجيلك الصفقات دي وممكن وانت فاقد شخصيتك في الملعب لا ما تعملش النتائج دي. الراجل الحقيقه رجع شخصيه النادي الاهلي تاني، رجع لحته الاستحواذ تاني، رجع الكره المسيره الكره اللي النادي الاهلي كان بيلعبها مثلا في كل مبارياته بيعمل الاستحواذ مثلا 65% بيوصل 70% رجعت تاني. اعتقد ان الراجل شغال بشكل كويس قوي، قاري الماتشات المباريات كلها اللي بيلعبها الحقيقه كان داخل مصر او خارج مصر، بيعمل التدوير بشكل ما يخلش بالهيكل الهيكل الاساسي بتاع الفرقه الحقيقه، عشان كده انت بتأدي في مبارياتك كلها بشكل كويس. يمكن المباراه الوحيده اللي هي يمكن انا بعتبرها فلتت منه مباراه سيمبا الحقيقه في تنزانيا لان احنا كنا ممكن برضو واحنا بنعمل التدوير كنا نحافظ على الشكل اللي هو مفنش بيه، وخصوصا في المباراه دي لان المباراه دي كان احنا نكسبها ان شاء الله باذن الله كنا نضمن بشكل كبير جدا، لكن انا واثق 100% ان هو هيكمل مباراته المباراتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله بشكل قوي وهيحقق نتائج ايجابيه في المباراتين ان شاء الله باذن الله. الميزه كابتن رمضان لما كنا بنتكلم ايام فتره كارتيروح حضرتك كنت قاري المشهد بشكل كويس جدا وكنا بنتكلم وقتها على اداء الاهلي مع باتريس كارتيرون وحددت عدد من العناصر. هل العناصر دي مع لاسارتي اللي كنت تطلبها ظهرت في الفتره الاخيره او في السبع ثمان مباريات اللي بيأديها لاسارتي مع الاهلي؟ لا طبعا الشكل اختلف خالص، انت كنت مع كالترون الحقيقه كنت في افقدك شخصيه الفرقه ودي مشكله كبيره جدا، انت بقالك اربع خمس مواسم في ثبات في شخصيه فرقه النادي الاهلي، اي منافس بيلعبك بيبقى عامل حسابها زي الاستحواذ، زي الكره القصيره، زي الكره اللي فيها ربط في التلت الهجومي اللي ما كانتش موجوده، كنا بنشتغل الكره الطويله اللي من تحت من عند السرد باكين او من عند الباكين او من عند الاثنين الديفندر، دي كانت مشكله كبيره جدا. انت كنت بتشتغل في التلت الهجومي بالشكل الفردي، ما كنتش بتشتغل بشكل مجموعه خالص، ويمكن ده وضح الفارق ما بين الفتره دي والفتره اللي احنا موجودين فيها، انك انت النهارده بتوصل الحقيقه للمرمى بشكل مكثف في كثافه وفي ربط ما بين رمضان صبحي ما بين حسين ما بين اجايه الحقيقه ما بين، انا في رايي كمان في لعيب مهم جدا 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 ويمكن انا يعني بعتبره من اهم العناصر اللي موجوده ناصر ماهر. ناصر ماهر بيعرف يتحكم في رتم فرقه النادي الاهلي، يعني يعرف يعمل لك الاستحواذ ويعرف يعمل يتحكم في الريتم، يعرف يلعب الناس، يعرف يربط مع
اجاي يعرف يربط مع رمضان صبحي، يعرف يربط مع حسين الشحات، يعرف يربط مع الباكين اذا كان محمد هاني او اذا كان علي معلول. لا لعيب مهم جدا. يمكن احنا حتى المباراه الاخيره الحقيقه في سيمبا في تنزانيا، اعتقد ان احنا يمكن من اسباب ان احنا فقدنا الاستحواذ في فترات كتيره جدا في المباراه بسبب عدم لعب ناصر ماهر. عنصر انا بعتبره عنصر مهم جدا جدا، لازم يبقى موجود بصفه اساسيه عشان الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي كلها. رغم ان البعض ممكن بيقيم اداء اللعيب زي مثلا ناصر ماهر، واحنا طبعا لا اختلاف على امكانياته وقدراته، لكن البعض ممكن يقدر امكانياته او في فتره الاخيره مع الاهلي بيستلم الكوره مثلا بيعمل مثلا 10 باصات للخلف، ما بيعملش باصات ايجابيه لقدام الا عدد قليل او مع نظره منها، تسديداته مثلا مش كتير. لكن ليك وجهه نظر فنيه كابتن رمضان، لا في نقط فنيه حضرتك شايفها بخلاف الجمهور العادي او بخلاف طبعا الاحصائيات اللي البعض بيطلعها، مثلا يقول لك لا تمريراته قليله، تمريراته لقدام مش كتير. ليك وجهه نظر في لا طبعا لا طبعا ناصر ماهر عنصر مهم جدا، ويمكن في كل المباريات اللي لعبها زي ما قلت لك المباراه الوحيده اللي ما لعبهاش خط الهجوم بتاعك اتاثر، وسط الملعب والربط في التلت الهجومي اتاثر بشكل كبير جدا، الاستحواذ اتاثر بشكل كبير جدا، لان هو بيعرف يلعب الناس كلها اللي حواليه. لا ناصر عكس اللي الناس بتتكلم عليه، لا انا شايفه عنصر من عصر مهمه جدا كمان. معلومه بتايد كلام حضرتك، وبالتاكيد طبعا كلامك كفنيا بالتاكيد لا جدال عليه، لكن عدم يعني فكره ان الصفقات الجديده برضو مش هي الاضافه الكبيره، او الاداء ما اتطورش بسبب الصفقات الجديده، لا بسبب ان في شغل فني حصل بالفرقه مع ده مع ده مع ده. ان كمان شفنا تطور لاداء عمرو السوليه، شفنا تطور لاداء محمد نتفيد. هاني كريم نيدفيد، ودي كانت لعيبه موجوده في الاهلي الموسم الماضي وقبل الماضي، فبالتالي الشغل الفني بيبان من المدير الفني في اللعيبه الموجوده مع الهارمون اللي هيتم مع الصفقات الجايه اللي بتضم على الفرقه. بالظبط هو اكيد، لان انا حتى وانا بتكلم معاك يا محمد بقول لك ايه، ان المباريات اللي فاتت دي كلها في مثلا مباريات الراجل بيقعد حسين الشحات، في مباريات بيقعد رمضان صبحي، في مباريات مثلا جاي ما بيكملش المباراه، لا ما عادتش مرتبطه بالنجوم اللي جت او النجوم الموجوده قد ما بقى في جماعيه دلوقتي موجوده وبتتنفذ في تيم النادي الاهلي. الجمعيه وانت بتدافع ازاي بتضغط وازاي بتضيق مساحات وازاي بتستخلص الكوره، وانت بتهاجم نفس الحكايه ازاي بتربط وازاي بتعمل استحواذ في الثلث الوسطاني لغايه ما تفنش الهجمه بتاعتك في الثلث الهجومي، ده موجود. وما ده ما كانش موجود الحقيقه في الفتره اللي فاتت في لعيبه يعني يمكن للاسف الشديد كان وصلوا لمرحله مع الجمهور فيها فقدان ثقه، زي بالزبط. مثلا كريم النيدفيد مثلا جاله فترات كان الدنيا يعني ضلمه، النهارده كريم النيدفيد من نجوم الفرقه وبتستغله كالحقيقه باك رايد، بتستغله ديفندر في اي مركز، جوكر بيلعب جوكر. السوليه النهارده من احسن الديفندرات اللي موجودين في مصر بلا يعني جدال، يعني راجل السوليه النهارده لما بنيجي نتكلم كاستخلاص للكوره وكمدافع 10 على 10، بتيجي كمان اللعيب الديفندر الوحيد اللي بيخش ال 18 المنافس في كل الماتشات اللي لعبها، هو بيحرز كمان اهداف وبيضيع كمان اهداف. السوليه في تطوير الحقيقه في ادائه بشكل طبعا واضح وبشكل كبير جدا. اذا كان بالمدرب ان في فتره وجيزه قدر يعرف امكانيات اللعيبه اللي معاه مع صفقات جديده، هو ما اشتغلش في المنطقه العربيه او في الدوري المصري قبل كده، لكن صفقه جديده انضمت عليه ابتدى يوظفها بشكل جيد، لعيب قديم ابتدى يعرف امكانياته بسرعه. طبعا ذكاء، ده ذكاء، ده ذكاء، ويحسب له كمان ويحسب له ان هو في فتره قصيره مش ما اخدش وقت. خلي بالك في مدربين بيحتاجوا مثلا 3 شهور ولا مش عارف اقول لك 4 شهور ولا مش عارف ايه عشان يبتدي يحفظ لعيبته، عشان يبتدي الحقيقه يوظف لعيبته. لا الراجل ما خدش وقت في فتره، وهو طبعا جه قبل ما يمسك بشكل رسمي اتفرج على كم مباراه، قرا خلاص وحفظ لعيبته وعرف ان هو هيوظف اللعيبه دي فين وهيستفيد بمين وهيعمل الجماعيه بمين. لا الراجل انا في رايي مدرب ذكي جدا جدا، وفي فتره قليله جدا قدر يحفظ الصفقات بتاعته الجديده وهيوظفها ازاي وهيستفيد منها ازاي، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي عنده اللي هو كمان كان شايفها ان هم لعيبه مميزه ويمكن كانت بعيده شويه، لا رجعوا بشكل قوي جدا جدا جدا. عشان كده النادي الاهلي دخل منافسه في كل البطولات اللي هو هيلعبها، اذا كان مسابقه الدوري او مسابقه الكاس او بطوله افريقيا، اعتقد ان النادي الاهلي هيخش كمنافس قوي جدا جدا في المرحله اللي جايه. طيب كمدير فني وماسك فرقه في وسط السيزون، في وسط الموسم، والفرقه دي اتعمل لها فتره اعداد في بدايه الموسم مع جهاز تاني مع احمال مختلفه، هتخش مع الفريق تتعامل معاه ازاي بدنيا في ظل ان انت كمان عايز تطبق فكر فني داخل الملعب
ممكن الناحيه البدنيه تكون عائق ليك طوال ال 90 دقيقه. حضرتك كمدرب بتتعامل مع الملف البدني او الاحمال البدنيه ازاي على فرقه وانت داخل عليها في وسط الموسم؟ يعني دي بقت يعني سهله جدا، لانك انت النهارده ممكن يوم او يومين بتعمل قياسات، بتعرف لعيبتك واصله بدنيا لفين، واذا كان ناقصه بتزود، اذا كان في اوفر بتظبط احمالك. لا دي بقت ما عادتش صعبه، موجوده بشكل كويس قوي. عشان كده انا بقول لك ان هو مدرب ذكي ومدرب على مستوى عالي جدا جدا، ان هو فتره بسيطه جدا جدا ابتدى الحقيقه يتعامل مع كل المشاكل دي. يعني اعتقد ان اي حد هيجي كان اي حد هيجي ما كانش عنده الفكر بتاعه كان هيتعب بشكل كبير جدا، وما كناش الحقيقه النادي الاهلي يمكن كان هيتخطى المشكله اللي هو كان واقع فيها في الفتره اللي فاتت. لا هو قدر زي ما قلت لك في الفتره قدر يعرف لعيبته الجديده، الصفقات الجديده، قدر هيستفيد منهم ازاي، هيوظفهم فين وهيوظفهم ازاي، اللعيبه اللي هي المميزه جدا اللي موجوده عنده من وجهه نظره هو كمان. يعني لو بتتكلم سوليا، بتتكلم نيدفيد، بتتكلم على الحقيقه ايمن اشرف رجع تاني كمساك بشكل كويس قوي، محمد هاني الحقيقه طبعا محمد هاني عامل في المباريات كلها اللي لعبها مع لاسارتي مستوى عالي جدا جدا، علي معلول رجع للحاله الفنيه والبدنيه العاليه جدا اللي هو كان عليها. لا الراجل انا بشيد بيه الحقيقه، وقدر في فتره قصيره جدا ان هو يوصل بتيم النادي الاهلي ان هو هينافس على بطوله الدوري، ان هو هينافس على بطوله الكاس، هينافس على البطوله الافريقيه. طيب نخش بقى في تفاصيل الفنيات اكتر، لان خلاص داخلين على مباريات مفيش وقت، كل 48 ساعه مباراه. كفنيا حتى انت كمدرب لو عايز تصحح اخطاء فنيه، لو عايز تعمل روتيشن، لو عايز تعمل استشفاء، الوقت اقدر اعتبره الوقت بقى منافس ليك مع الفرق اللي هتلاعبها. مباراه الاهلي والداخليه مباراه يعني طريقه اداء الكابتن علاء عبد العال وهو احد ابناء النادي الاهلي وبيقود فريق الداخليه وعامل معاه نتائج متميزه، دايما كده تحس ان في هارموني ما بين علاء عبد العال مع الداخليه. وكانت مباراه الدور الاولاني كانت مباراه صعبه جدا، ولولا التعادل في اللحظات الاخيره كانت الداخليه هيقتنص 3 نقاط مهمه من النادي الاهلي. شايف مباراه العوده ازاي تحت قياده لاسارتي مع الداخليه، ومباراه بالتاكيد يعني مباراه كؤوس خلاص خلال الفتره الحاليه، اي مباراه مش ب3 نقاط انا بعتبرها مباراه كؤوس. طيب هو اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء اللي فات دوت يا محمد، هو ده اللي يقول لك ان انت اي فرقه كانت بتلعبك مثلا بتعمل زون نص ملعب او بتضيق مساحات او بتقفل بتعمل كثافه في النواحي الدفاعيه، انت عشان ما كنتش بتتحرك صح في التلت الهجومي، ما كنتش بتعمل استحواذ اللي هو الكره اللي فيها الاستحواذ والكره السريعه القصيره ديت، انت خلاص وصلت لديت. اي فرقه هتلعبك زون انت هتعرف تخترقها، هتعرف تخترقها لانك انت بقى في ربط ما كانش موجود في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا ما بين وسط الملعب، ما بين الطرفين بتوعك، اذا كان محمد هاني او اذا كان علي معلول. علي معلول انا دلوقتي يمكن ما بعتبروش كمان كباك ليفت، هو ده بيعتبر جناح في ناحيه الشمال، وكمان ايه صانع لعب، بيعمل الكورسات بشكل في اتقان بشكل كبير جدا. محمد هاني ابتدى يعمل الاختراقات من ناحيه اليمين، ابتدى يعمل جنب من ناحيه اليمين مع حسين او مع رمضان. لا انت بقى عندك جناب دلوقتي معموله بشكل في جمعيه وفيها ربط، عشان كده انت بتخترق اي حد عندك، بتقدر تخترق الحقيقه من العمق عن طريق اجاي وعن طريق ناصر ماهر وعن طريق سوليا اللي بيخش 18 المنافس، يمكن من اكتر زي ما قلت لك من اكتر الديفندرات اللي موجوده في مصر، بيخش منافس ال 18 بتاع المنافسين، بيسدد، بيعرف يجيب جول، بيلعب بالحقيقه في الكرات العرضيه، كمان بيتعامل في الكرات العرضيه بدماغه بشكل مميز جدا. في زي ما قلت لك التطوير اللي حصل في اداء النادي الاهلي هيفرق في مباراه الداخليه، زي ما قلت لك ان انا النهارده هقدر ان انا اعمل اختراقاتي، هقدر ان انا اروح في العمق، وازاي بنخترق من عند اجاي وهاني وربط مع حسين وربط مع رمضان. لا انت قادر ان انت تتخطى الداخليه بالمستوى اللي انت وصلت له الحقيقه في الفتره الاخيره. اخر 6-7 مباريات للنادي الاهلي في الدوري العام انتصارات متتاليه، يعني قدرت تخش في المراكز المتقدمه، ولسه عندنا الاكثر كمان للمرحله القادمه، لان الاهلي دايما بينافس على المركز الاول. لكن الفوز المتتالي في الدوري واخر تعادل كان مع الداخليه، ده كلاعب داخل الفرقه بيفكر فيه ازاي هو نازل يلاعب نفس المنافس اللي كان اخر تعادل معاه كان معاه؟ بيبقى حافز ان اكثر التعادل اللي حصل معاه ده بانتصار متتالي عشان اقدر اكمل في عدد نقاط جيده، ولا الجهاز الفني كمان بيتعامل نفسيا ازاي مع لعيبه لازم العب فرقه هي اخر فرقه تعادلت معاها؟ بص يعني انا هقول لك زي ما بقول لك، انا لعيبه النادي الاهلي دلوقتي بيلعبوا بثقه،
يعني غير الفترات اللي فاتت، في ثقه ان هم يخترقوا، في ثقه ان هم زي ما قلت لك ان هم يعملوا كثافه على المرمى، ان يخترقوا من العمق، يخترقوا من الجناب، الاستحواذ بقى فيه بشكل كبير جدا. الثقه دي هتديهم ان هم يلعبوا كمان مباراه الداخليه رغم ان انا صعوبتها، لكن انا زي ما قلت لك ان التيم دلوقتي قادر ان هو يعمل اختراقات لاي فرقه بتعمل زون نص ملعب. لكن كناحيه نفسيه، وحتى كناحيه نفسيه، لا بالعكس، ده الناحيه النفسيه، النواحي النفسيه هتفرق للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي. انت النهارده هقول لك حاجه يا محمد، انت تفتكر مثلا المنافسين القليل وفي المشاكل اللي حصلت الاخيره دي شايفينك لانك هم خلي بالك ما كانوش عاملين حساب النادي الاهلي في المنافسه، الفرقتين زمالك وبيراميدز ما كانوش عاملين حساب النادي الاهلي في المنافسه، لان قال لك ان المؤجلات دي خسروا هم مباريات وتعادلوا مباريات النادي الاهلي في المباريات اللي لعبوها، فهم خلاص قال لك لا ده النادي الاهلي مش هيكمل. لما النادي الاهلي مشي وعمل انتصارات، 7 انتصارات متتاليه، عشان دي شخصيه الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي رجعت له بالظبط، اللي انا قلت لك كانت مفتقدها رجعت له. فقلقوا، ما هم خلي بالك ولا كانوا بيتكلموا على مباراه مؤجله ولا مباراه مش عارف ايه ولا مواعيد ولا اي حاجه خالص، لان هم كانوا شايلين تيم النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي من المنافسه. لا، النادي الاهلي اجبرهم ان لا ده انا جاي وجاي بقوه وهخش المنافسه بقوه. تمام. وقرب كمان، يعني ابتدى يقرب كمان في المنافسه. طيب التغييرات الفتره الجايه، يعني مثلا عندنا رمضان صبحي مش هيلعب مباراه الداخليه للانذار الثالث، هل تتوقع اجراء تغييرات في التشكيل الفريق خاصه في الناحيه الهجوميه؟ طبعا، ما هو لازم، يعني هيبقى اجباري ان انت هيبقى في حسين موجود، في الحقيقه ناصر موجود، في اجاي موجود، اجباري ان انت هتعمل تغييره لرمضان صبحي. رمضان صبحي خلي بالك لو بنتكلم كمان عنصر مهم جدا في الفتره اللي فاتت الحقيقه، عنصر مؤثر جدا في اداء النادي الاهلي. عشان كده يعني يمكن تعويضه اعتقد ان مهم جدا، طبعا دي بتاعت الجهاز مهم جدا. متوقع مثلا مين؟ يعني اعتقد الافريقي جيرالدو ممكن يلعب هو ناحيه الشمال، وممكن يلعب بحسين ناحيه اليمين، وناصر ماهر في الوسط، ويبقى جاير كمهاجم راس، هيبقى تعويض، لان الراجل ده جيرالدو الحقيقه عنده ميزه كمان يمكن مش موجوده كمان في الثلث الهجومي، السرعه. عنصر السرعه مهم جدا جدا جدا، وبعدين مش عنصر السرعه بس اللي هو مميز بيه، وكمان بيعرف يربط مع الناس، بيعرف يحط الكوره مثلا لحد اللي اجايه، بيعرف يحطها لرمضان، بيعرف يحطها لحسين، لا كمان بيعرف يربط مع في الثلث الهجومي بشكل كويس. رايك ايه فيها كابتن رمضان؟ يعني انسجم بسرعه، دخل في الفريق بسرعه، مع النقاط الفنيه اللي حضرتك ذكرتها، فعلا السرعه، الدريبلينج حتى اللي بيعمله هو على الطرف، وبيعرف ينضم لجوه، رايك في ايه؟ قدر يعني الاهلي افتقده خلال الفتره الاخيره، او كان بيفتقد لاعب بالمواصفات دي في الناحيه الهجوميه تحديدا من اللعيبه الافارقه او اللعيبه الاجانب؟ طب اكيد اكيد. انا بقول لك اولا يمكن لما بنيجي نتكلم محمد على عنصر السرعه، يعني هو اهم عنصر في عناصر الكره الحديثه. ده موجود، يبقى انت تقدر تعمل تطبق كره حديثه بشكل كويس قوي. الراجل ده عنده ديت، عنده المهاره، بيعرف يفوت بالمهاره بتاعته، وعنده كمان بعد ما بيفوت بيعرف يحط الكروس او يتعامل يعمل الدبل باس او الوان تو مع هاني، مع ناصر، او مع رمضان، او مع حسين، او مع جايه الحقيقه. بيعرف يحط الكره بالعرض، يعني يمكن عمل واحده الحقيقه اللي حطها لتحت ديت في المباراه اللي قبل اللي فاتت، عملها بشكل كويس قوي وقاري ومحضر. لا لعيب مهم جدا، ده بامكانياته كويسه، امكانياته كويسه جدا، وعنده خبرات انه كمان لعيب دولي في منتخب انجولا، لعب مع انجولا 12 مباراه دوليه، وفي نكهه برازيليه كده، ان هو برضه اصوله برازيليه. بالظبط، هو بقول لك المهاره عنده اولا مميز جدا، كمان بقى لما بتضيف على المهاره دي كمان بقى القوه والسرعه، تقدر تطبقها كمان، يعني اي مهاره عندك تقدر تطبقها وانت عندك السرعه والقوه اللي عند جيرالدو الحقيقه. يستمر بوسط الملعب اللي كان في المباراه السابقه عمرو السوليه وهشام محمد، ولا ممكن يبدا بهشام بحمدي فتحي، ولا هشام محمد يبدا اساسي زي ما كان المباراه السابقه، ولا يلعب كريم نيرفيت؟ هي الحته دي الحقيقه خلاص ما عادش عندك قلق فيها، انت شايفها ميزه كابتن رمضان. طبعا طبعا، انت النهارده لما كان بيغيب حسام عاشور انت كنت تقعد تقول تلف حوالين نفسك، اجاء قويه جدا، اجاء قويه جدا، وي النهارده لا، النهارده حسام عاشور لو قعد هيلعب سليه وحمدي، هيلعب سليه وهشام، بس هو طبعا سليه خلاص فرض نفسه كعنصر اساسي موجود في تيم النادي الاهلي، ده كمان انا بقول كمان ان هو كمان
فرض نفسه ان هو يبقى عنصر اساسي في منتخب مصر. اكيد اعتقد ما حدش بقى في الديفندرات اللي موجوده في الدوري المصري بيأدي باداء عمرو السوليه. اداء السوليه الهجومي في وسط الملعب مش موجود في منتخب مصر. بالظبط كده بالظبط. الاثنين اللي في منتخب مصر يعني بدون يعني بغض النظر عن اساميهم تحس يا كابتن رمضان الاثنين نفس الاداء نفس الاستايل. بالظبط يا اما كره عرضيه يا اما كره للخلف يا اما تاكلينج لقطع كوره لكن بالزبط. بوكس تو بوكس للتكمله لقدام لا مش موجوده الا في السوليه دلوقتي. دي مش موجوده غير في السوليه عشان كده انا بقول لك ان السوليه هيبقى ليه دور كمان في منتخب مصر الحقيقه. فعشان كده مفيش قلق يعني انت لو عملت السوليه واحمد وحمدي فتحي هتأدي ويمكن كمان حمدي فتحي بيتعامل مع الكرات العاليه بشكل مميز جدا. لو عملت السوليه وهشام كورته كويسه وبيعرف الحقيقه يقف بشكل كويس وبيسيب السوليه هو اللي يكمل. لو طبعا عاشور لسه شويه مش داخل عشان الاصابه لكن لا ما عادش فيه القلق اللي كان موجود في المنطقه دي بالذات حته الديفندرات. كان دايما اي حد بيتكلم يقول لك الاهلي عاوز يجيب ديفندر او عاوز يجيب اثنين ديفندر. لا الحته دي اتغطت خلاص. الاربعه ماشيين بشكل كويس لحين عوده كمان حسام عاشور. بالزبط. لكن هشام محمد يا كابتن رمضان ليه البعض لو حضرتك قريت او سمعت ليه البعض بيحاول يوجه له انتقاد تحديدا في المباراه الاخيره؟ شايف اداء هشام يعني اكيد المدير الفني شايف ستايل كويس وشايف اداء كويس بدا بيه المباراه لكن اكيد انت بتلاحظ او بتسمع بعض الانتقادات لهشام محمد يعني يمكن الانتقادات بس بيبقى فيه الحقيقه وقت في المباراه ممكن يبقى فيه فقدان للتركيز. يعني الميس باس مثلا يتعمل في اللي اتعمل الماتش المباراه اللي فاتت وكان ممكن ميس باس ده يعمل هجمه مرتده ويعمل جول. لا انا مفروض كديفندر يبقى حريص جدا جدا لان انا اي خطا او اي ميس باس بتعمل من عندي الكره بتتقطع بتروح في العمق يبقى في زياده عدديه في العمق ممكن تيجي جول تيجي هدف. فمفروض هشام يبقى تركيزه يبقى على طول الوقت بشكل كويس لان هشام كمان عنده كره كويسه كورته حلوه يعني عنده كره كويسه. لو بس بقى ما فقدش تركيز مثلا في اوقات في المباراه اعتقد ان هشام من اللعيبه المميزين جدا لان هشام كمان كديفندر لما كان موجود في المقاصه الحقيقه كان كمان بيزود في الجانب الهجومي وعنده تسديد بشكل رائع بشكل كويس قوي وبشكل قوي جدا. فهو بس حته التركيز اللي بفقدها في فترات كده في المباراه. طيب ايه المباراه اللي كانت ليها مع يعني مفعول السحر او كانت الدفعه القويه للاهلي السنه دي في الدوري؟ يعني اخر مباريات الاهلي فاز على الانتاج الحربي 1-0 فاز على حرس الحدود 1-0 فاز على انبي 2-1 فاز على دجله 2-1 فاز على المقصه 3-0 لكن وفاز على سموحه 1-0 واخر خساره كانت بين بيراميدز والكلام ده كان من حوالي شهر او شهر ونص يعني 2-1. لكن ايه المباراه من المباريات دي اللي كانت انطلاقه للاهلي في السبع ثمان مباريات الاخيره والناس ابتدت تقول لك لا الاهلي جاي بينافس على الدوري ولسه باقي ما يقرب من الدور الثاني كله؟ بص انا هقول لك حاجه. النادي الاهلي قدم في الشوط الاولاني في مباراه المقصه ما يطمئن جمهوره وما يطمئن مجلس الاداره ولاعيبته وجهازه الفني. عمل شوط يعني شوط رائع من اقوى الاشواط اللي عملها من فتره كبيره جدا. وتقييمك مع فرقه كبيره فرقه كبيره مقصه وبيقودها مدير فني محترم فرقه كبيره وبياخدها فعلا مدير فني كبير ومدير فني عنده خبراته. لا المباراه دي كانت انطلاقه لاداء النادي الاهلي الحقيقه وادت ثقه للاعيبه النادي الاهلي. لا احنا قادرين ان احنا ندوس في المنافسه وقادرين ان احنا ندوس في اي منافس بشكل قوي جدا ودليل ادائنا في مباراه المقصه. مباراه المقصه كانت انطلاقه لتيم النادي الاهلي. تمام بس في نفس الوقت بتلاحظ ان في تباين في اداء الاهلي في بعض المباريات. ممكن تبدا مباراه قوي في اول شوط تنهي المباراه مبكرا والشوط الثاني بتحاول تحافظ على لياقتك البدنيه فبتلعب بشكل مختلف عن الشوط الاولاني. لكن ايه المباراه اللي اتفرجت عليها حسيت ان في تباين في اداء لعيبه النادي الاهلي من مباراه عن مباراه اخرى؟ يعني يمكن هو المباراه الاخيره الحقيقه يعني المباراه اللي اتلعبت من يومين ثلاثه كانت اللي هي كانت في افريقيا ولا في الدوري؟ لا في الدوري. قبل مباراه الانتاج الحربي كانت مباراه الحرس. لا بعد الحرس. بعد الحرس كانت مباراه سيمبا في تنزانيا. لا المباراه في الدوري اللي هي قريبه قوي. اخر مباراه كانت الانتاج قبلها الحرس قبلها الانتاج. اخر مباراه. في مشكله يعني انا في رايي ظهرت في مباراه الانتاج لازم لعيبه النادي الاهلي يتخلصوا منها. اللي هي اهدار الفرص السهله جدا. دي مشكله كبيره جدا انا بعتبرها بس ما تعديش كده على الجهاز الفني لان انا النهارده مش معقوله مثلا ابقى في الستة ياردة وعاوز اجايه مثلا يبقى يرجعها تاني لرمضان ورمضان يرجعها مش عارف لحسين وحسين يضيع مثلا جوه 6 ياردة
ممكن في الدقيقه 95 في كره ثابته اللي الكورنر اللي كانت لعبت على النادي الاهلي ممكن تخش جول. مظبوط. يبقى انت مسيطر على المباراه ومستحوذ على المباراه ال 90 دقيقه وبعدين تطلع في الاخر فاقد نقطتين وانت دخلت المنافسه. عشان كده انا بقول النقطه دي بالذات انا بعتبرها نقطه سلبيه كبيره جدا ولازم تاخد من فكر الجهاز الفني الكتير جدا في كلامهم وفي شغلهم. لا احنا اللي يجي له فرصه ياكدها لان انا النهارده مباراه 2-0 او 3-0 غير مباراه 1-0 لغايه اخر دقيقه. هي كانت فيها تباين كمان ان مباراه سيمبا جبت 5 اهداف في اول شوط وفي نفس الوقت نفس الفرقه بنفس اللعيبه في مباراه الانتاج الحربي كان في ضياع فرص كتير سهله جدا. ده تعتبره ناحيه بدنيه ضغط المباريات ولا تركيز ولا استسهال مباراه معينه؟ لا يعني يمكن انا بقول برضك رغم ان احنا بنقول سلبيات الحقيقه مثلا بسيطه جدا بنتكلم عليها لكن انا بتكلم على ضغط المباريات. ضغط المباريات ده انت النهارده لما انا عايز اجد حل ممكن ايه ضياع الفرص ممكن يكون قله تركيز ضغط مباريات اجهاد ذهني طبعا. هو انت اساسا لما بتوصل للاوفر تريننج الحقيقه ذهنيا بتبقى مش كويس بالزبط. يعني ذهنيا حتى مثلا الباص بتاعك تلاقي فيه ميس باص تلاقي وانت مثلا على بتسدد على المرمى الحاجات دي كلها بتبقى فيه بتقل طبعا. لكن انا بقول ان رغم ضغط المباريات اللي موجود واللي النادي الاهلي الحقيقه او لعيبه النادي الاهلي متعرضه ليه لكن هم قادرين ان هم يعملوا نتائج ايجابيه وقادرين ان هم يعملوا مثلا 60 دقيقه من 90 دقيقه بشكل قوي جدا جدا ويمكن الاداء بيهبط في بعض المباريات لان طبعا انا اعتقد ان مفيش فرقه تستحمل ان هي تشتغل المباريات دي كلها في الوقت ده. عدد مباريات ضيق جدا. طبعا كل 3 ايام مباراه ما بين كمان سفريات. طبعا يعني سفريات بره وسفريات هنا وداخليه لا انا بعتبر يعني لعيبه النادي الاهلي بعتبرهم الحقيقه لازم نشيد بيهم ان هم عاملين النتائج الايجابيه دي وفي الضغط اللي موجود عليهم في ضغط المباريات. ده هو كمان بعد مباراه الداخليه في سفر للجونه. بالظبط. عشان كده انا بقول لك الامور صعبه جدا. ويعني يمكن احنا كمان هقول لك حاجه لو رجع للعيبه النادي الاهلي او رجع لفريق النادي الاهلي اللعيبه المصابه اللي بره الكتير قوي دول ما اعتقدش ان انت هتحس بدي خالص لانك انت هتقدر تعمل تدوير ممكن تعمل تدوير لسبع ثمان لعيبه ولا هيبقى عندك مشكله خالص لانك انت العناصر اللي عندك اللي هي في المصابه اللي بره دي العناصر دي كانت اساسيه وعناصر اتقال يعني عناصر في الهيكل الاساسي بتاع الفرقه فانت هيبقى عندك مثلا 20 22 لعيب على مستوى عالي جدا جدا انت بقى في الضغطه دي ممكن انت تريح 6 لعيبه ولا يبقى عندك مشكله خالص لكن انت حتى وانت بتعمل التدوير انت يا دوبك بتعمل تدوير في 1 أو 2 ودي يمكن ما تقدرش تساعدك ان انت فعلا تتخطى حته الاجهاد اللي هو الضغط المباريات بس في مدرسه كابتن رمضان تقول لك ضياع الفرص السهله ده شيء ايجابي انك بتوصل للمرمى ان في شغل فني بيحصل وانا عايز اقارن لان انا بحب اقارن الاهلي بضعه مع مصاف الانديه العالميه يعني من 48 ساعه برشلونه كان بيلعب مع بلد الوليد في الدوري الاسباني كميه فرص غير طبيعيه اهدرها فريق برشلونه لامكانيات ولاعيبه صف اول في العالم وكسبت 1-0 بالعافيه بلد الوليد ضيع فرص قليله لكن كان اقرب للتعادل ايضا كمان الجزئيه الاخرى مباراه ريال مدريد وجيرونا ريال مدريد خسر رغم فرص التهديفيه العاليه لكن خسر من جيرونا ف بتعتبرها ايه شيء ايجابي انك بتوصل للمرمى وبتضيع فرص كتير ولا شايفها ازاي لا هي شيء ايجابي انك بتوصل او المدير الفني بيعرف يوصلك لانك انت ما بتوصلش من نفسك انت بتوصل بشغل بربط باختراقات بتخترق ازاي بتوصل كتير قوي دي بتحسب للمدير الفني لكن في نفس الوقت انا كلعيب كوره لازم يبقى عندي تركيز 100% انا دايما بقول للعيبتي ايه ان انت لو جات لك فرصه في اول 30 ثانيه في المباراه اعتبرها هي دي الفرصه اللي هيجي لك بس يبقى لازم مش هتتكرر مش هتجي لك تاني يبقى لازم التركيز لو مركز انا في رايي ان حسين الشحات في كورتين لو مركز فيهم ان هو فعلا يحطهم في المرمى لا دي جول حاجات سهله جدا اجايي ورمضان صبحي حاجات سهله جدا فهي التركيز تمام التركيز اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله طبعا كلنا متفائلين ان اللي جاي احسن احنا متفائلين لكن الجمهور برضه عايزين نعرف راي الجمهور في فريق النادي الاهلي وبرضه الجمهور النادي الاهلي بيمثل له ايه نخرج لهذا التقرير نشوف رأي الجماهير ثم نعود الحديث مع كابتن رمضان السيد بعد هذا التقرير We'll be right back.
كيان، مش نادي، مش مجرد نادي، مش مجرد اسم بس، مش مجرد مكان. انا شغال في الاهلي، بس بفتخر دايما ان انا في الاهلي، بحب ان انا اسره الاهلي. الاهلي اسره، مش مكان مجرد نادي رياضي او اجتماعي. الاهلي هو الفرحه، هو الحب الكبير، هو تربينا من صغرنا على حب الاهلي، على ان هو اللي بيفرحنا، ان هو اللي بيخلينا نطلع من المول اللي احنا فيه، من التعب اللي احنا فيه، من التفكير الدنيا والصعاب وكده. يعني بيمثل لي كل حاجه في حياتي. هو اما بيفرح احنا بنفرح، واما بيحزن برضه بنحزن معاه، عشان حاجه الوحيده اللي ماشيه صح في البلد، والقانون الوحيد اللي ماشي صح هو الاهلي، اللي ما بيردش على اي حد، يسيب اي حد يتكلم من غير ما هو يرد عليه، هو ينفذ بس. انا بحب النادي الاهلي من صغري، وانا اتربيت مع وانا متربي ان انا بحب النادي الاهلي، والعيله كلها اهلاويه والبيت كله اهلاوي. اكبر نادي في افريقيا اكيد يعني، وده حاجه يعني مش محتاج الواحد يعدل على ده. اكبر نادي في افريقيا والدنيا كلها عارفاه اكيد، فما ينفعش اقول حاجه غير ان هو اكبر نادي في افريقيا. الاهلي ككيان بقول لك عشقي، روحي. والله الاهلي بيمثل لي حاجات كتير جدا، بيمثل لي فرحه، بيمثل لي رياضه، بيمثل لي كل حاجه. يعني بالنسبه لي هو رقم واحد في كرياضه، يعني في كل حاجه. الاهلي كل حاجه، الاهلي بطل، الاهلي فريق كبير، الاهلي نادي القرن، يعني حاجه فرحه كل الناس بامانه. يعني بالنسبه لنا العشق، يعني من صغري طلعت اوقات الفرح كلها الاهلي ببطولاته. يعني الواحد كان بيستنى الاهلي ياخد دوري، ياخد بطوله، وتعود على الشكل ده، بقت مصدر فرح. يعني كل سنه في كل بطوله انت متعود في اخر بطوله بنلم بعضينا وبننبسط وبنخرج. العشق يعني مسؤول عن فرحتي في حياتي في حاجات كتير. يعني كيان كبير يعني فوق الجميع، اللي هو الاهلي ده من ساعه ما وانا في الطفوله ما عرفتش حاجه غير الاهلي. الاهلي بالنسبه لي كيان كبير جدا. بعشق النادي الاهلي طبعا، وهو كيان كبير ومعاه في اي حاجه ان شاء الله، وهيحصل كل البطولات باذن الله. الاهلي هو كل حياتي عشان الاهلي. انا اتربيت لقيت صالح سليم، ولقيت طه اسماعيل، ولقيت الاهلي كلنا اهلاويه. حاجه اللون الاحمر ده حاجه جميله جدا جدا في حياتنا، من غير الاهلي ما اعرفش اعيش. من غير الاهلي ما اعرفش اعيش. راي الجمهور ده ما فيهوش يعني اي مواربه ولا اي مجامله. الجمهور بيقول اللي في قلبه، اللي حاسس بيه، حبه وعشقه للكيان ده نتيجه مش هقول بطولات ولا انتصارات، نتيجه قرارات ومبادئ وموروثات تاريخيه لرموز عبر سنوات وسنوات رسخت جوه يعني الشعب المصري فكره حب النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي سنين طويله جدا، لم ترتبط ببطوله ولا لم ترتبط بفوز مباراه. الفكره ما كانتش فوز مباراه ولا فوز ببطوله، الفكره كانت موروثات تاريخيه عن قرارات ومبادئ النادي الاهلي غرسها داخل عقليه المشجع وعقليه الشعب المصري. يا كابتن رمضان، تعليقك على كلام الجمهور. الجمهور الاهلي طول عمره جمهور عظيم، وجمهور بيحب النادي بشكل انا ما شفتش. يعني جمهور يعني ممكن لو بتروح فين هيجي لك وهيشجعك ومعاك وبقلبه معاك، وانت الكوره مش ماشيه معاك، وانت الكوره ماشيه معاك، وانت بتاخد بطولات معاك، وانت متعصر معاك. لا، جمهور عظيم وجمهور مساند بشكل كبير جدا، وجمهور يعني ليه دخل كبير جدا جدا او ليه جزء كبير جدا في كل البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي. هو راس مال الاهلي طبعا، يعني جمهور الاهلي هو راس مال النادي الاهلي طبعا طبعا طبعا. عايز احكي لك على موقف وده في سفريات الاهلي الخارجيه، كانت مباراه الاهلي ملعب معاه فريق انجولي بس مش متذكر الاسم، كانت في بطوله افريقيه من اخر 3 4 سنوات. المباراه كانت بتلعب في مدينه بعيده عن لواندا بحوالي 120 كيلومتر. هل تتخيل او تتوقع ان الجمهور اللي سافر من القاهره الى انجولا سافر بالطيران لغايه اثيوبيا اديس ابابا، ومن اديس ابابا في اثيوبيا لغايه انجولا جيب الطريق البري في سفر لمده 3 ايام؟ يعني حجم المشقه والحب والسفر عشان تكون موجود جنب فرقتك، وعشان تبتعد عن التكلفه الماليه الكبيره، لانك لما بتسافر في ادغال افريقيا طبعا التكلفه الماليه بتبقى عاليه، ولما بتبقى في مكان غير العاصمه بتتحمل اكتر، توصل بيك الدرجة انك حتى ممكن تعرض نفسك للمخاطر انك بتسافر من دولة لدولة عبر الطريق البري. وفي ادغال افريقيا بقى انت ممكن تقابل كتير. عشان كده يا محمد انا بقول لك جمهور الاهلي جمهور عظيم،
وجمهور زي ما قلت لك مساند الاهلي في كل الاوقات الحقيقه، في وقت وانت بتحصل على بطوله، وفي الوقت اللي انت فيه بتبقى متعثر شويه، في الوقت اللي الكره مش لا جمهور الاهلي مساند على طول طول الوقت. وجود الجمهور مع الاهلي في الدوري العام حتى لو بنسبه قليله مدى تاثيره؟ يعني الشكل العام للمدرجات لو الاهلي جمهوره بيحضر كامل العدد هنشوف حاجه تانية. بص هقول لك حاجه، من ضمن الحاجات الفنيه اللي كانت موجوده وعامله ضغوط على الفرق المنافسه اللي كانت بتلعب النادي الاهلي اذا كان في محليا او افريقيا جمهور الاهلي. انت جمهور الاهلي جاء وقت استاد القاهره لاي فرقه افريقيه كانت بتيجي يقول لك احنا اول 20 دقيقه دي ما بنشوفش حاجه في الملعب عشان بسبب جمهور الاهلي. اي فرقه بتيجي بقى محليه بتيجي بتلعب النادي الاهلي وجمهورها موجود بتفرق بشكل كبير جدا. يعني الاداء النادي الاهلي بيفرق بشكل كبير جدا. طيب لو ننتقل للحديث عن الامور الفنيه من تاني، نقدر نتكلم على لاسارتي السنه دي ولا الشكل الافضل هيظهر مع الموسم القادم؟ هو طبعا هو خلاص قدم نفسه، انت يعني مش محتاجين ان هو لسه هنحكم عليه ولسه، انا في رايي ان هو قدم نفسه في خلال الفتره القليله قوي ديت ان هو يوصل بلعيبته للشكل ده، ويوصل للعيبته ان هو بالتجانس ده، ويوصل بلعيبته ان هو ازاي حفظ امكانياتهم كلهم، ان هو يقدر يوظف اللعيبه ازاي كيعمل توليفه لكل مباراه بيلعبها الحقيقه. لا هو مش محتاج ان انا لسه هقول السنه الجايه، لكن السنه الجايه بقى اضافات يعني يبقى في حاجات زياده، لكن هو بصراحه في خلال الفتره القليله اللي اشتغلها لا هو الراجل اثبت وجوده وراجل مدير فني على مستوى عالي جدا جدا جدا. بتشعر ان ليه تعامل نفسي مع اللعيبه؟ اكيد 100%، يعني دي كمان من اهم الحاجات خلي بالك اللي هو اشتغل عليها الفتره الاخيره، لان انا بقول لك انت لما تيجي تتكلم على لعيبه كانت بعيده لما تخش بالمستوى ده دي حاجات تعاون نفسيا. في مشاهد شفتها في المباريات او حتى على الدكه بتديك الاطار ده او المؤشر ده؟ لا هو واضح ان هو تعامله مع اللعيبه، يعني هو حتى ما يعني في اي مباراه حتى بيحصل فيها اي حاجه ما بيجيبش سيره اللعيبه خالص، هو على طول يتكلم مثلا يقول لك انا المسؤول انا، لا مثلا اللعيب اللي بيتغير، اللعيب حتى اللي بيخرج بره ال 18، اللعيب اللي بيبقى قاعد بره ما لعبش بتلاقيه ليه لفته كده في 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 كل مباراه بيتعامل بيها من نواحي نفسيه بشكل كويس قوي. تطور اداء عدد من اللاعبين، وده قلناه في سياق حديثنا يا كابتن رمضان، لكن تطور اداء عدد من اللاعبين سواء السوليه او نيدفيد او حتى محمد هاني ده راجع لايه؟ يعني من وجهه نظرك الفنيه كمدير فني وانت داخل على فرقه وشايف الفرقه كلها بالنسبه لك جديده لكن محتاج لسه تتعرف على الكل، لكن التطور السريع ده في اداء عدد من اللاعبين او اظهار امكانياتهم في ظل ان كانت في مدربين تانية كانت بتتكلم عنهم بشكل كويس لكنتش قادره تعبر بالاداء ده مع اللعيبه دي في الملعب. بص هقول لك حاجه يا محمد، انا اهم عنصر في العناصر اللي المفروض المدرب يبقى بيفكر فيها وبشكل كبير جدا جدا عنصر الثقه للاعيبتي. يعني انا النهارده لما اجي مثلا هجيب سي مثلا هنقول حسين السيد تمام، حسين سوري حسين الشحات ولعيب كبير ولعيب يعني اسم كبير وكده، ورحت واخد منه الثقه لا يمكن هيديني لا يمكن، لكن انا ممكن اجيب بقى حسين الشحات واقول له انت في الملعب مش هتتغير مش هتخرج انت لعيب اساسي انت لعيب نجم انت اديت له الثقه يبقى خلاص ما فيش بقى ان بعد ربع ساعه بعد تلت ساعه بعد مش عارف ايه لا، مجرد ان اللعيب خد الثقه بيدي لك الاداء اللي هو المتميز اللي هو زي كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بقى له فتره كان بعيد خالص وكان بينزل فاقد الثقه، عارف ان هو مثلا لو لعب شوط والدنيا مش مظبطه معاه مش هيلعب الماتش اللي بعده، بس غلط مش مثلا في ربع ساعه في ثلث ساعه مش عارف ايه في زوم مثلا عليه من لا دلوقتي كريم نيدفيد بقى عنده ثقه، الثقه دي خدها من المدير الفني بتاعه. نفس الحكايه دي موجوده بقى عند لعيبه كتير الحقيقه، زي ما قلت لك ان هو الراجل بيشتغل على الحته دي بشكل كويس قوي، والاشاده بيه والتميز اللي عنده الحقيقه ان هو في فتره قصيره جدا قدر يخش جوه لعيبه النادي الاهلي كلهم. الجميل والرائع يا كابتن رمضان، يعني بنتكلم على كريم نيدفيد، كريم في ظل تألقه الفتره الحاليه لسه مجدد عقده من حوالي 3 او 4 ايام يعني اقل من اسبوع، وفجاه ظهرت تقارير اعلاميه انه مش عايز يكمل في الاهلي وبيسعى للاحتراف الخارجي. يعني حتى البعض مش مدي فرصه حتى للاعيب اللي لسه بيبدا مشواره وعايز يرضى الجمهور عليه حتى ويظهر بشكل كويس، دايما كده بتلاقي في تألق للاسارتي تلاقي خبر عليه، تلاقي تألق لنيدفيد تلاقي خبر عليه.
بص هي اقول لك حاجه، هي دي يعني الحروب الاعلاميه اللي موجوده. يعني انت مثلا كمنافس ما بتقدرش توصل لي مثلا في المنافسه، انا ممكن اوصل لك عن طريق حاجات تانية زي ما اتعمل في حاجات في مثلا في خلال الفتره اللي فاتت، من فتره موضوع مثلا مش عارف عبد الله السعيد، موضوع مش عارف مين، الحاجات دي كلها خلي بالك بتبقى حروب يعني مش معموله كده اعتباطا. يعني اعتقد مثلا كريم نيدفيد واضح للناس كلها ان هو وصل لفورمه كويسه قوي، يبتدوا يشككوه في نفسه، يبتدوا يشككوا النادي فيه مش عارف ايه، لكن لا هو الولد عايز يكمل والولد جدد وبصراحه ماشي في فورمه محترمه جدا جدا جدا. افضل حاجه في التوقيت ده كابتن رمضان، حتى لما اجي اتكلم مع لعيبه وكنت لسه بتكلم مع كريم نيدفيد امبارح بقول له طب ايه الشيء اللي ممكن يخوفك في التوقيت الحالي بغض النظر عن الاخبار اللي ممكن تكون بتعمل بلبله او الجمهور ممكن يقلق لو الخبر ده صح، لان اكيد جات لك رسائل كتير على الموضوع ده. قال لي كل ده احنا ما بنفكرش فيه، الحاجه الوحيده اللي احنا خايفين منها وبنفكر بس ازاي نركز عشان نبعد عنها هي الاصابات. طبعا طبعا، لان كمان للاسف الشديد الموسم ده انا بعتبره يعني موسم سيء للنادي الاهلي في الاصابات. هم اللعيبه حتى بتعتبروا ان ده المنافس الاقوى ليهم في السنه. طبعا طبعا، ما انا لسه بنتكلم دلوقتي يا محمد بقول لك لو النادي الاهلي عنده 20 لعيب جاهز بره ومش ما فيش اصابات اعتقد يعمل التدوير ان شاء الله هيلعب كل يومين ولا في مشكله. لكن فعلا الاصابات السنه دي غريبه جدا جدا وما حصلتش، يعني ما حصلتش في فريق النادي الاهلي من فترات كبيره جدا الكلام ده ما حصلش خالص. فعشان كده فعلا هم كل اللعيبه حاطه دي في دماغهم وحاطين في دماغهم ان هم فعلا يحافظوا على نفسهم عشان ما حدش يتعرض للاصابه. جزئيه اخيره في الجزئيه دي كابتن رمضان، لو تلاحظ حتى في تشكيله الاهلي الفتره الاخيره مع الصفقات اللي انضمت هتلاقي في عناصر كانت في قطاع ناشئين في النادي الاهلي حتى لو خرجت اعاره سنه او اتنين لكن اصبحت حاليا في التشكيله الاساسيه. محمد الشناوي حارس المرمى، محمد هاني الظهير الايمن، ايمن اشرف المساك، هشام محمد في وسط الملعب، كريم نيدفيد لو بادئ، ناصر ماهر، رمضان صبحي، بنتكلم ما يقرب من حوالي من 6 إلى 7 لاعبين. ملف الاحتراف او ملف الناشئين تحديدا بيناقش باحترافيه وبالتالي داخل النادي الاهلي عبر سنوات سابقه يعني اللعيب اللي راح الاتحاد السكندري وفي عمار حمدي حاليا طلع بره اعاره وفي طبعًا عدد كمان احمد ياسر ريان واكرم توفيق ومحمد حمدي. لا بص انا هقول لك حاجه، يعني انا في رايي النادي الاهلي اتعامل مع قطاع الناشئين في حته الاعاره، اعاروا اللعيبه المميزه اللي هم ياخدوا فرص وياخدوا احتكاك بره وبعدين يرجعوا تاني بشكل محترم جدا جدا وبشكل هايل جدا. وفعلا يعني الموسم اللي جاي هيرجع له عمار، يرجع له محمد حمدي، يرجع له احمد حمدي احمد ياسر ريان. اللعيبه دي كلها تحتك وهياخدوا احتكاك قوي جدا وممكن يرجعوا. النادي الاهلي بيتعامل في الملف ده حقيقه باحترافيه كبيره جدا جدا. طيب ده تعامل النادي الاهلي، لكن نخرج نشوف الجماهير بقى، يعني راي الجماهير في التعامل باحترافيه مع ملف الناشئين وازاي الجمهور شايف ملفات الناشئين تحديدا في مصر ازاي بيتم التعامل معاها داخل كل الانديه. كلنا بنشوف النادي الاهلي تحديدا خلال الفتره الاخيره في عدد من فرق قطاع الناشئين بتسافر لدورات خارجيه بتحتك بمدارس اوروبيه، لكن الجمهور شايف الملف ده ازاي والتعامل باحترافيه مع ملف الناشئين ازاي في الفتره القادمه. نخرج لهذا التقرير مع راي الجمهور ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير مع الكابتن رمضان السيد. والله هو لسه يعني احنا ما وصلناش للاحترافيه بمعنى الاحترافيه يعني، لكن انا اتمنى وانا هتكلم على النادي الاهلي لان انا احد مشجعي النادي الاهلي وده عشق يعني وفي دمي. انا اتمنى ان الاهلي يهتم شويه بمدرسه الناشئين ويصعد لنا لان عندنا ناس كثيره ناشئين شباب صغير، اتمنى ان الاهلي يعني يصعدهم ويهتم بيهم اكتر من كده احسن ما نشتري لعيبه من خارج النادي ودول ابناء النادي. فانا رايي الشخصي ان احنا لسه ما وصلناش للاحترافيه في موضوع الناشئين. يعني هو بيحصل فعلا مع الاداره ولما يكون في مصداقيه في الجديه في ومهاره في الناشئين، ودي طبعا بترجع طبعا بالنسبه للناس اللي لها معارف والكلام ده، فدي بتفرق شويه مع الناس اللي ممكن تكون عندها خبره وعندها مهاره في ذاتيه الشخص وما بتوصلش للمهاره اللي هم عايزينها دي او يظهروا بيها بشكل كويس. كنت واحد انا من النوم من الناشئين
وما تمش تعامل معايا باحترافيه بصراحه. مفيش تعامل مع الناشي كويس. النادي اهم حاجه عنده الفلوس واهم حاجه عنده الواسطه. اي نادي في بلدك بياخد لعيب بالواسطه، تعرف حد في النادي هيدخله، ما تعرفش حد مش هيدخله. لا للاسف دلوقتي ما بقوش يعني يتعاملوا مع الناشئين زي الاول. كل دلوقتي نادي بيسعى ان يجيب لاعب جاهز، بس برضك انا اخص برضك عشان انا اهلاوي، اخص نادي الاهلي. نادي الاهلي بالذات اللي بيشيله حتى في ازماته هو ابنائه، مهما بيشتري بلعيب بيكلفه، لكن في الاخر اللي بيشيل نادي الاهلي هو ابنائه، لان الاهلي له مذاق خاص بيلعب بروح الفانيلا الحمراء. فمهما تشتري لعيب بحتى تم برضك في الاخر لو ما كانش فيه كم عنصر من ابناء نادي الاهلي، الاهلي بيحصل له دروب. لا 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 مش مقدرين الكلام ده، مش لازم ان تكون عندك واسطه وكده، مش اي حد يلعب في نادي الوقت. لا هو حاليا لا، يا ريت يبقى في احترافيه عشان ده الانتاج، ده الانتاج بتاعنا، ده انتاج الكوره بتاعنا، المفروض ياخد من قطاع الناشئين ويصعد. محتاج ان هو اهتمام كبير قوي من الناس المسؤولين ان هم يهتموا بالناشئين في مصر. هو للاسف ما بيدورش باحترافيه خالص، لان اصلا ما فيش الانديه لما الفريق الاول وكده لما ما بيبصوش اصلا للناشئين خالص في مصر. هم اهم حاجه دلوقتي عصر الاحتراف طبعا، يشتري لعيبه جاهزه، المدير الفني عايز لعيبه جاهزه ما يبصش للناشئين اساسا. فهو اصلا يعني ايه موضوع الناشئين ده محتاج يعني شغل جامد جدا من المسؤولين. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير انا شايفه تقرير مهم جدا، لان فيه تباين في الاراء وفي كلام مهم اسمع كلام راي كابتن رمضان السيد فيه. كابتن رمضان، في ناس اتكلمت على الاحترافيه وقطاع الناشئين في الانديه، والناس اتكلمت على الواسطه. وجهه نظرك، هل بيبقى في واسطه في الاختبارات او في قطاعات الناشئين، ولا وجهه نظرك ايه؟ لا يمكن طبعا، لان يعني الكوره مثلا ايه، لعبه شعبيه، وانت مثلا وانت بتشتغل بتلعب مثلا مباراه او بيتابعك ناس كثيره جدا وبيشوفوك، لو انت مش كويس لا مش يعني، وحتى لو انت مثلا خدت واحد كده مش هيكمل معاك 6 شهور ولازم هيمشي. الاحترافيه في تعامل الحقيقه النادي الاهلي مع اللعيبه بتاعته في قطاع الناشئين، اعتقد ان انت عندك كريم نيدفيد لما اعارته وحرس الحدود ودجله ورجع لك لعيب كبير جدا. عندك محمد الشناوي لما اعارته البتروجيت ورجع لك برضك حارس مرمى كبير جدا. عندك ناصر ماهر اللي انا بشيد بيه الحقيقه وبقول ان هو من اللعيبه المميزه جدا، برضه انت اعارته ورجعته ثاني نجم كبير. لا النهارده وانت بتعير احمد حمدي وانت بتعير عمار حمدي اللي انا بالحقيقه في القناه هنا وقلت الكلام ده من الموسم اللي فات، قلت هيبقى من اللعيبه المميزين جدا في مصر. كان ظاهر مع نادي النصر. طبعا كان بيلعب مع نادي النصر وكان ظاهر جدا واضح جدا، وكره عنده مفتوحه وكره اوروبيه، حاجات جامده جدا جدا. فلا اللعيبه دي كلها طبعا النادي الاهلي هيستفيد بيها ويرجعها الموسم القادم ان شاء الله. كابتن رمضان السيد شرفتني ونورتني، وكل التوفيق ليك يا رب الفتره القادمه، وتشوف بقى باذن الله عمر سيد معوض احد اللعيبه المتالقه اللي تالقت بشكل كبير جدا في دوره الامارات، وان شاء الله بقى نشوفه لعيب كبير في الكره المصريه ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه. وانا بسعد جدا معاك يا محمد، ربنا يخليك يا كابتن رمضان. حلقه كانت مهمه جدا مع كابتن رمضان السيد، اتكلمنا فيها عن فريق النادي الاهلي سواء في المشوار المحلي او حتى في المشوار الافريقي، واداء لاسارتي مع لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. دخلنا في تفاصيل فنيه كثيره جدا، والقادم بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله مباريات صعبه، مباريات قويه، لكن باذن الله شخصيه النادي الاهلي زي ما ظهرت خلال الشهر الماضي في عدد المباريات المتتاليه وتالقوا وتواجدوا في المراكز المتقدمه، نستهدف خلال الفترة القادمة إن شاء الله التواجد في المركز الأول والمنافسة على بطولة الدوري وبطولة إفريقيا. بعد الفاصل الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وفقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن الطب الرياضي وتحديدا أمراض القلب للرياضيين. ضيفنا فيها دكتور حازم خميس رئيس مركز القلب الرياضي، وأيضا دكتور أحمد أشرف عيسى المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي. محمد العاشر. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي هنلقي فيها الضوء على موضوع رياضي طبي شائك جدا ومهم جدا.
مش لكرة القدم فقط، لا ده كل الرياضيين في العالم. لأن الفكرة هنا وانت بتحضر لعيب أو بتجهز لاعب ليلعب لعبة معينة، كمال أجسام مثلا، ألعاب قوة، كرة يد، سلة، طايرة، كرة قدم، سباحة، كل الألعاب دي محتاجة لأن انت تحضر ملف طبي لكل لاعب فيها بشكل جيد عشان تحضره للممارسة واللعب بشكل جيد جدا كعنصر التغذية والناحية الطبية وحاجات كتيرة جدا. وبالتالي الملف الرياضي أو ملف الطب الرياضي تحديدا عنصر مهم جدا، وفي التخصص فيه مركز القلب أو أمراض القلب بالنسبة للرياضيين. فقرة مهمة هنتكلم فيها مع اثنين أخصائيين دكاترة عظام في هذا الملف، وكان بالتأكيد تجربتهم في هذا الموضوع مهمة جدا تحديدا منذ أن افتتح هذا المركز، مركز القلب للرياضيين، في مارس عام 2018، وتجارب كثيرة تم استحداثها خلال الفترة الأخيرة مع الاتفاق كمان مع الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وكان في التوقيت ده قبل سفر منتخبنا الوطني لكأس العالم لروسيا اللي أقيمت بالتأكيد في صيف العام الماضي. حاجات كتير هنتكلم في هذا الموضوع، لكن في البداية برحب بضيوفي الكرام اللي مشرفينا ومنورنا في الفقرة الأخيرة من الأهلي الليلة. دكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس مركز القلب الطب الرياضي. أهلا وسهلا، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. ودكتور أحمد عيسى، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي، برحب بك يا دكتور. أهلا أحمد، أهلا بكم. دكتور حازم، موضوع مهم جدا، وأنا على المستوى الشخصي حضرت الافتتاح اللي تم في مارس عام 2018 وحسيت بأهميته من الكلام ومن الأدوات والمعدات اللي شفتها هناك، وإزاي مصر كانت بتفتقد لهذا الموضوع، ومش مصر بس، لا مصر والقارة الأفريقية. خلال هذا الموسم أو خلال هذا العام المركز استفاد بيه الرياضيين إزاي، ودوره في الوسط الرياضي سواء في مصر أو حتى خارج مصر؟ احنا بنشكر حضرتك الاول. هي الفكره، انت عارف حضرتك، هي قصه اللي هي قلب الرياضيين. دي فكره عالميه موجوده في كبريات دول العالم، يعني ان الهدف هو كان يتعمل سكريننج لقلب الرياضيين قبل اي رياضي ما يمارس الرياضه واثناء ممارسته للرياضه. كانت المشكله جايه منين؟ المشكله جايه من الموت المفاجئ في الملاعب. مظبوط. واحنا شفنا جميع ملاعب العالم بما فيها الملاعب المصريه ان الشباب في قوته وصحته يقع في الملعب يموت. فكل الدوريات العالميه ما فيش حد يستطيع انه يلعب في اي ملعب من ملاعب العالم، من الشباب الصغيرين الى المحترفين الكبار، من غير ما يتعمل كشف لقلب هذا الرياضي. الفكرة جاية منين؟ إن قلب الرياضي مختلف عن قلب الشخص العادي في حاجات كتير بقى، في حجم العضلة، في قوة العضلة، في عدد ضربات القلب، في وجود عيوب خلقية في هذا القلب ممكن ما تظهرش أبدا غير بممارسة الرياضة. الجزء الثاني المهم إن القلب الرياضي بيتحمل مجهودات مش طبيعية، سواء في المجهود اللي على البدني اللي على العضلة والمجهود البدني اللي على شرايين القلب. فلو هذا الرياضي عنده عيب في قلبه قد يتعرض لمخاطر جسيمة. الفكرة جت عن طريق الدكتور أحمد أشرف المدير التنفيذي للمركز، إن احنا خدنا قرار نعمل هذا المركز مع جامعة جان موريس في ليفربول، والفريق الطبي للقلب اللي في هذه الجامعة هو المسؤول عن نادي ليفربول، وهو اللي عمل كشف للكابتن محمد صلاح. لان مش مسموح بملايين، لان الرياضه زي ما حضرتك عارف بزنس كبير ملايين. أكيد. ان انا اخد عيان، اخد لعيب وعنده مشكله وانا دافع فيه الملايين، ما حدش يمكن يمضي كونتراكت مع اي لعيب في الدوريات العالميه الا ما هذا اللعيب يتعمل له فحص قلب رياضي. من ناحيتنا كان الرساله، كنت انا عايز نوصل الرساله تبقى عام بالذات في مصر، وبطريقه بسيطه، انك انت تتخيل ابنك او بنتك كأب أو أم رايح يخلي ابنه يلعب رياضة، وبالذات الرياضة التنافسية دي من أي نوع، جودو، كاراتيه، كرة قدم، كرة يد، وانت مش مطمئن على قلبه. فإذا كان عندك مركز على أعلى مستوى في العالم، يعني احنا المركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل من أعلى المراكز في العالم، هو المركز الوحيد في مصر، المركز الوحيد في إفريقيا، أكبر مركز في الشرق الأوسط يمثله أحد المراكز. لكن الهدف من الرسالة اللي احنا بقالنا شهور بنحاول نثبتها في أعماق الناس، إن ما تبعتش ابنك يلعب إلا ما تتأكد من قلبه، ما تبعتش حد يلعب في الجيم كبير وصغير إلا ما يتأكد من قلبه. الجزء الأخير قبل ما يعني في النقطة دي، إن في ناس كتير شافت الأحداث واللعيب بيلعب، إن حد يموت، في أحداث عنيفة جدا للعيبة ما يخلص لعب، أما اللعيب يروح بيتهم أو اللعيب يخلص التمرين، ده جزء من المرضى اللي احنا ما بنشوفهمش. ففحص القلب الرياضيين ده فحص أساسي ولازم
لكل رياضي في العالم كله. أكيد. طيب فكرة إنشاء المركز بقى دكتور أحمد عيسى، حضرتك زي ما قال دكتور حازم كنت صاحب الفكرة في قطر، يعني أنا شفت فيه مركز هناك اسمه سبيتار، ده غير سباير، أكاديمية سباير دي كرة القدم، لكن مركز طبي سبيتار في مصر يعتبر المركز الطبي هنا أو مركز القلب هنا في مصر ده يعتبر أكبر. الفكرة نفسها في التوسعة في الأدوات في الإمكانيات اللي موجودة موجودة بشكل أكبر وأوسع. اولا بشكر حضراتكم على الاستضافه، وبشكر دكتور حازم، يعني حقيقه هو استاذي على مدار سنين طويله، ولولا رعايته الفكره وان هو يعني ايمانه بيها لم تكن لترى النور، فانا بشكره على الهواء. وبعدين يعني الواحد بيدين له بالكثير يعني بصراحه. قلب الرياضيين زي ما الدكتور حازم تفضل مختلف تماما. المركز بيبدأ ليس فقط للفحص ولكن أيضا للفحص والعلاج. وحدة القلب الرياضيين أكبر الوحدات، لأن أنت بتبدأ من أول ما بتاخد شوية أسئلة للعيانين أو للعيبة أما بتوصل لأعلى الفحوصات اللي هي الرنين المغناطيسي على القلب، وممكن كمان بعض الأحيان أن احنا نتدخل لأن احنا نعالج هذا الرياضي. من حوالي شهر ونص أحد الرياضيين بيلعب أحد اللعبات حصل له الريست ويكلمونا ودخلنا، وفعلا كان عنده ضيق في احد الشرايين وعالجناه. فاصبح المركز عندنا مش مجرد فقط للسكريننج، لا ده احنا وتعدينا هذه المرحله الى مرحله العلاج. وده المركز قدامنا على الهواء مباشره لكل المشاهدين يا دكتور. ده المدخل من على باب المستشفى. اتفضل. النقطة الثانية، احنا بنتبع جامعة جون موريس لما الدكتور حازم وقع معها الاتفاقية في انجلترا في يناير 2018 وبدأنا تنفيذ الخطوات الفعلية لإنشاء المركز. احنا ماشيين معاهم على نفس البروتوكول الدولي المعترف به دوليا، بمعنى انا كل خطوة اللعيب يخشها بيعملها في المركز مش مجرد ان انت بتملى ورق او بتعمل فحص، حتى فحص الايكو لقلب الرياضيين مختلف تماما عن فحص الايكو اللي بيتعمل لأشخاص عادية، لان انت بتاخد قياسات القلب في جميع الاوضاع، بتبص على حاجات دقيقة جدا ممكن تهملها في الشخص العادي. رسم القلب عندنا الكريتيريا ديت لو انت شفتها في شخص عادي تقدر تقول ده لازم يخش وتر قسطرة. الوضع مختلف بالنسبة للرياضيين، وبالتالي الافراد الموجودين كمان زملائنا اللي موجودين في الوحدة مدربين ان هم يقدروا يتعاملوا مع هذا الرياضي ويعرفوا هل هذا الرياضي فت انه يلعب او في اي مشكلة. النقطة الثانية ان احنا كمان برئاسة الدكتور حازم في لجنة، احنا بناخدش قرار ان انا اشوف لاعب ان انا شاكك فيه ان هو يبقى فيه عنده مشكلة ان انا اخد قرار ده ما يلعبش، لا الموضوع ليس قرار فرد، احنا بنبقى في لجنة برئاسة الدكتور حازم بناخد بعد كده هذا القرار بالتعاون مع ليفربول. وبالتالي احنا الموضوع في المركز عندنا اورجنايزد ستاندرد عالمية، اجهزة على اعلى مستوى، واعتقد ان في كمان هيبقى في صورة للاجهزة في التقرير كمان. تمام، هي هنا في الصورة هو ده بيأدي بعض التدريبات وبيتم قياس. ده الكابتن عطية شعلان بطل العالم في كمال الأجسام كان جاي بيعمل الفحص لأنه داخل البطولة اللي جاية. وده جهاز اسمه الفي أوتوماتس اللي هو رسم القلب مجهود التنفسي، بيقيس قدرة الرياضي والكفاءة كفاءة القلب والرئتين وقدرته على تحمل المجهود. ونقدر نقيس اللياقة البدنية عن طريق هذا الجهاز. الجهاز ده يعني مش موجود في الشرق الأوسط غير في مكانين، احنا المركز واحد من هذه الأماكن. تمام. طيب دكتور حازم خميس، أكبر جهتين في مسألة أمراض القلب الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وكلية الطب القلب الأمريكية، مدى الاستفادة أو التعاون اللي بيتم من خلالهم مع المركز القلب الرياضي هنا في مصر بخلاف التعاون بالتأكيد مع جون موريس أو تحديدا جامعة ليفربول؟ حضرتك عارف أن جمعية القلب الأوروبية وكلية الطب القلب الأمريكية عاملة شابتر اسمه السبورت كارديولوجي اللي هو طب القلب للرياضيين. انت عارف ان جمعيه القلب الاوروبيه وكليه طب القلب الامريكيه كل واحده فيهم ليها مؤتمر سنوي لتعليم الناس، والجمعيه كليه طب القلب الامريكيه عامله زي دبلومه لطب القلب الرياضي. احنا على اتصال بالجمعيتين في بالنسبه للمركز، وخدنا موافقة جمعية القلب الأوروبية وكلية طب القلب الأمريكية على اعتبار المركز أحد النواة لطب القلب الرياضي في منطقة الشرق الأوسط،
وفي سبيلنا لعمل دبلومة داخل مصر بالاتفاق مع الجامعتين دول مع الجامعة الأمريكية في مصر. تمام. يبقى في دبلومة لطب القلب الرياضي. الجزء العلمي ده جزء هام جدا جدا، لأن الجزء العلمي ده يشمل حاجات طبية عادية، يشمل حاجات في البزنس نفسه، إزاي أن يتم عمل هذا البزنس داخل مصر. ويبقى في جامعة حاجة زي الجامعة الأمريكية تعتمد دبلومة لطب القلب الرياضي بالاشتراك مع مركز القلب في وادي النيل وسوبرفايزد بالكوريكلم اللي جاي من جامعه القلب الاوروبيه وكليه طب القلب الامريكيه، هيخلي هذا التخصص او هذا الشابتر في مصر بقى يعني اكسبت. واحنا على المستوى العادي والسوشيال رحنا نوادي، عملنا ندوات، معظم مؤتمرات القلب في مصر دلوقتي بقى في سيكشن او في سيشن لطب القلب الرياضي بيقوده مركز القلب الرياضي في وادي النيل. تمام. طيب دكتور احمد عيسى، ادخل في تفاصيل بقى المركز نفسه، ايه الخدمات اللي بتتقدم، اهدافه، الاستفاده نفسها بالنسبه للرياضيين في مصر خلال هذه السنه او منذ ان افتتحها في مارس عام 2018؟ الهدف يعني واضح، ان احنا نعمل سكريننج وان احنا نوصل رساله لكل اولياء الامور، بالذات اللي بيلعبوا في المدارس، ان ما ينفعش تخش اي رياضه تنافسيه من غير ما تعمل الفحص على القلب. ليه؟ لان احنا بنشوف احنا ما زلنا في بلد فيها حمى روماتيزميه، الدوله ووزاره الصحه بتحاول ان هي تقضي على الحمى الروماتيزميه، لكن احنا عندنا حمى روماتيزميه عندنا بتشكل مشاكل في الصمامات. الحاجات دي كلها لو احنا اكتشفناها بدري ممكن تتعالج، ممكن ما تعملناش مشاكل واللاعب بيلعب. النقطه الثانيه، انا مش قاطع احمد بعد اذنك يا محمد بيه، اتفضل يا دكتور. في الجزء اللي احمد قالها بتاعت خاصه بالمدارس، احنا عملنا اتصال قوي بوزير التربيه والتعليم، وعملنا اتصال بوزاره الصحه ورئيسه هيئه التامين الصحي، وفي موافقه مبدئيه على ان هيبقى في مبادره يعني وطنيه او من الحكومه المصريه ان فحص قلب رياضيين في المدارس هيبقى يعني مغطى تماما كفرد بالتامين الصحي، وهيبقى عندنا كل لعيبه المدارس ان شاء الله اللي بيلعبوا في الانديه سيتم عمل فحص القلب ليهم في مراحل الدراسيه لحد الثانويه العامه بموافقه وزاره التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور طارق الشوقي والاستاذ الدكتوره سوره عبد الحميد رئيس هيئه التامين الصحي. واحنا في سبيلنا لتفعيل البروتوكول اللي هيتم الموافقه عليه، وعندنا امل ان دي تبقى احد المبادرات الصحيه الهامه. زي ما انت شايف المبادرات الصحيه في مصر يعني على قدم وساق في كل التخصصات، فانت تتخيل اما تصدر مبادره من الحكومه المصريه والمسؤولين عن التعليم والصحه في مصر ان المركز او الطب القلب الرياضي ينال حظه من المبادرات دي بان كل طفل في مصر حد سن الجامعه يتعمل له فحص القلب للي بيقوموا بيلعبوا رياضه في الانديه وفي المدارس والمسابقات، اعتقد ده هيبقى يعني حاجه مهمه جدا وانجاز كويس. هو من حسن حظ الطلبه كمان، مش بتكلم بس في صفه حضرتك كرئيس للمركز القلب الرياضي، لا كمان مستشار رئيس هيئه التامين الصحي واستاذ القلب والاوعيه الدمويه، فمن حسن حظهم انك كمان دورك في مركز القلب لا يعني مش للرياضيين فقط، لا بما انك مستشار رئيس هيئه التامين الصحي كمان شايف ان الطلبه ممكن يستفيدوا بهذا الامر. انا شايف دي هتبقى حاجه مهمه جدا، والحمد لله احنا واخدين موافقه، لان ما حدش ممكن الفكره ما تعجبوش. تخيل انت قاعد اهوت عندك ولد عايز يروح يلعب اي نوع من الرياضه، في خلال وقت قليل ومبلغ قليل تقدر تطمئن على ابنك وانت بعته يلعب، ايه اللي يخليك ما تبعتهوش؟ يعني انت سالت سؤال مهم جدا اللي هو احنا فين بعد ما بدانا فين بالظبط. عندنا كان وعود كثيره من الانديه، وعود كثيره من الوزراء، وعود كثيره من الاتحادات، على ارض الواقع التفعيل مفيش تفعيل حقيقي. احنا كل اللي بيجي لنا بمجهودات شخصيه، لعيبه كده سبورادك هم اللي جايين يطمئنوا على بشكل شخصي. يمكن في الفتره الاخيره ابتدى الانديه وبالذات في الناشئين بتوعهم ابتدوا يقلقوا انهم ما يبعتوش، لكن انت خلي الفكر كده في دماغ اي واحد في مصر. انت ايه اللي يمنعك ان ابنك قبل ما يروح يلعب تطمئن على قلبه؟ فما بالك كمان احنا اذا طبقت الاتفاقيه مع التامين الصحي، يعني انت كمان ابنك هيروح يتعمل له فحص قلب في احسن مركز لقلب الرياضيين باكفأ دكاتره اللي اتدربوا على يعني اكبر ناس في العالم في هذا التخصص ويعملوا لك ببلاش،
ايه اللي يمنعك بقى انك انت هتبعت؟ انا كنت لسه هسال دكتور احمد عيسى، هل التكلفه هي اللي ممكن تكون عاليه فتخلي البعض خالص؟ انت ب 700 800 جنيه تقدر تعمل فحص القلب الرياضي ده على اعلى مستوى وتاخد نتيجه فوق ال 96%، ال 4% ال 5% الباقيين اللي محتاجين ابحاث ازيد التكلفه برضو لن تتعدى 2000 جنيه لو انت عملت كل حاجه. لو وصلت لحد ما عملت رنين مغناطيسي لعضله القلب يعني لو حاجه 3000 جنيه 2000 جنيه، لو انت عايز انت ب 700 800 جنيه ابنك او بنتك او اي رياضي عندك في اي نادي عندك، لكن انت تعتمد على يعني اماكن مش متخصصه لمجرد ان انت يبقى عندك ورقه مكتوب عليها ان الرياضي بتاعك ده سليم. واخيرا النادي من الانديه الكبيره اشترى لعيب افريقي وما جينا كشفنا عليه لان عضله القلب بتاعته 25-30%، هذا النادي ترك هذا اللعيب بعد ما دفع فيه ملايين سابه ببلاش. فانت ما فيش زي ما بيسموها في الطب ما فيش راشونال يمنعك انك تمشي في الحكايه دي. انا مصلحتي كمدير المستشفى وكرئيس المركز، المركز يشتغل ويبقى عنده فلو ويبقى عنده لعيبه كتير، لا لكن انت خليك في الرساله اللي المفروض تصل لكل الاسر لكل الاهالي. انا عايز سؤال يعني اجابه منطقيه، ايه اللي يمنعك؟ انا عشان كده بقول من حسن حظهم حضرتك كمان متواصل مع هيئه التامين الصحي كمستشار ليها، دورك ده يعني كمان هيساعد للطلبه. انا هوصل هؤلاء الطلبه باذن الله تعالى من المدرسه حد ما يخش الجامعه ان الدوله والتامين الصحي يغطي تكلفتهم اللي هتبقى قليله جدا، ومفيش حد عن طريق معالي الوزير طارق شوقي بيلعب في اي نادي في اي رياضه في ملعب المدرسه في جيم المنطقه ما يروحش يتعمل له فحص قلب رياضي. اذا يعني ومن احياها فكانما احى الناس جميعا. وتخيل انت اذا كان هذا الفحص باذن الله تعالى طبعا يتمنع بيه ان طفل يموت في الملعب او طفل يموت بعد ما يخلص التمرين، لان في امراض في الرياضيين في امراض قلبيه في الرياضيين ما يحصلوش الازمه وهو بيلعب، يحصل له الازمه بعد ما يخلص التمرين وهو مروح او ما خلص المباراه وهو مروح. مين اللي هيشوف المجموعه دي من البشر عشان يشوفهم؟ انت بتشوف اللعيب اللي حصل له مشكله في الملعب، الناس كلها شايفاه، كاميرات مسلطه عليه، الناس كلها بتلاقيه، لكن انت مين اللي واخد باله كام شاب مات بعد ما روح البيت بعد ما خلص اللعب؟ صح. كان شاب وراجع بعربيته، مفيش معلومات. الجزء المهم جدا ان المركز عملنا فيه حاجه تانية اللي هو الريسيرش الابحاث، فمع جامعه بس دي مفتقدينها في مصر. ما هو لا احنا مش عايزين نتكلم على الباقي، احنا المركز عنده ثلاث ابحاث هامه، ثلاث مشاريع ابحاث هامه مع جو مورس في ليفربول، اهمهم حاجه اسمها الفينوتايب للرياضيين. يعني ايه الفينوتايب؟ كل اوروبا وامريكا كل لاعبتها ليهم شكل، عضله القلب لها شكل، رسم القلب ليه شكل، احنا ما عندناش، ما نعرفش شكل القلب الرياضي هنا في مصر، ما عندناش شكل القلب الرياضي في مصر. فالبحث القادم اسمه فينوتايب للايجيبشن اثليت، شكل الرياضيين المصريين دول قلبهم شكله ايه؟ ليه؟ لو انا حطيت البصمه بتاعت القلب الرياضي المصري دي عندنا بقى، فما كل لعيب يجي الاقي البصمه ديت يبقى ده الطبيعي عندنا. بريطانيا رقم واحد في البحث هناك على فكره في الامور ديت. امريكا وايطاليا. ايطاليا لان ايطاليا اهتمت بالصادن كاردك ديس اللي هو الموت المفاجئ في الملاعب بسبب القلب من يعني فوق ال 10-15 سنه. واكبر ابحاث في العالم في ايطاليا للصادن كاردك ديس. تمام. كل بقيه الابحاث في الجينوتايب في الفينوتايب بتاع العضله، لكن اكتر دوله عملت ابحاث على الصادن كاردك ديس في الملاعب هي ايطاليا. تمام. قبل ما اطلع للتقرير القادم دكتور احمد عايز اعرف ايه الفرق بين الرياضه العنيفه والرياضه التنافسيه تحديدا في امراض القلب بالنسبه للرياضه؟ لا هو ممكن نقولها بشكل تاني، الرياضات نوعين، رياضه حركيه زي الجري ولعبه الكوره، ورياضه عنيفه او بمعنى اصح الويت ليفتنج او كمال الاجسام. قلب الرياضي هنا بيبقى شكل وهنا بيبقى شكل تاني خالص. ليه؟ لان قلب الرياضي ده هو بيبدي بيبقى ليه تغيرات بتناسب المجهود اللي بيقوم به اللاعب زي كره القدم مثلا كره اليد، فبتلاقي تجويف القلب بيبقى اكثر اتساع. على عكس الرياضه اللي فيها ويت ليفتنج او رياضه فيها حمل ثقيل بتلاقي سمك العضله هنا بيبقى ايه؟ بيبقى اكثر سمكا. التغيرات طبعا دي بتختلف على حسب بقى ايه بقى؟ على حسب بيلعب قد ايه، مره كم مره في الاسبوع بيتمرن، هل هو مستمر في التمرين ولا لا؟ وبيصاحب ليها تغيرات برضو في رسم القلب وعلى تغيرات كهربيه القلب، تختلف تماما عن تغيرات القلب العادي. عشان كده احنا دايما بنحب نعمل من ضمن الفحوصات ان احنا نبص على القلب رباعي الابعاد. فعندنا الايكو ما بنعملوش بشكل طب عادي، لا بنعمله برباعي الابعاد بحيث ان احنا نقدر نوصل لتقييم كامل
عضلة القلب، وأحيانا ممكن نوصل للرنين المغناطيسي. طيب أوكي، في تقرير مهم جدا نسمع فيه آراء الرياضيين اللي خضعوا للكشف داخل المركز القلب الرياضي، نسمع نشوفهم قالوا إيه وبعد كده نطلع ونواصل حديث مع دكتور حازم خميس والدكتور أحمد عيسى. مركز القلب كنت بتفرج على برامج من البرامج، جالي مركز القلب الرياضي دوت اعلانه، قلت انا من نوع اللاعب اللي بخاف على نفسي جدا، وقالوا جيت عملت الفحوصات، جيت هنا وانبهرت بالاجهزه كلها اللي هنا، ليها اهميه كبيره بتطمن على قلبي والامكانيات بتاع جسمي كلها، اشوف في حاجات غلط الحق عليها ولا حاجه. انا باجي كل 6 اشهر اللي انا بعمل فحص شامل لجسمي كله، كل 6 اشهر. المركز معاملته كويسه، اداره كويسه، والاجهزه انبهرت بيها اعلى ما كنت انا متوقع، الحمد لله التيم كله كويس تمام. كابتن ياسر عبد الكريم اللي هو المدرب بتاعي كلمني وقال لي ان فيه مركز متخصص لفحوصات القلب والكلام ده يعني، وهتروح تعمل تشيك على كل، لان طبعا انا بقالي فتره طبعا مريح، بقالي اكتر من 2016 كانت اخر بطوله عالم 2016 في اسبانيا، من بعدها ما شاركتش، شاركت بعديها في بطوله المستر اولمبيا في الاردن، وطبعا وقفت تجهيز خالص لان المفروض انا فعل كارت الاحتراف بتاعي، فجيت طبعا المركز وعملوا عملنا تشيكاتنا وكل الحمد لله زي الفل. طبعا لازم اتاكد ان القلب بتاعي سليم عشان خاطر انا طبعا المجهود اللي ببذله في تجهيزي للبطولات ما هوش مش عادي يعني، لا مجهود غير اي بني ادم يعني. يعني مثلا 4 ساعات ورك اوت في اليوم، 4 ساعات تمرين عنيف في اليوم، ما بين مثلا كارديو لتمرينات بالويتس، كله طبعا ده لازم يكون في قلب سليم من كل المشاكل يعني. والله احنا عملنا ضغط ووزن وعملنا رسم قلب وعملنا ايكو رباعي وعملنا رسم قلب بالمجهود التنفسي، والحمد لله كله طلع تمام الحمد لله. رايي في المركز ان هو لا يعني ما يقلش كفاءه عن المركز اللي كنت فيه في المانيا، دي حقيقه والله يعني. الناس عارفه ان انا ما بعملش يعني، هو نفس الكفاءه نفس الاجهزه نفس كل شيء يعني. والله انا والدي كابتن ياسر عبد الكريم المدير الفني لمنتخب كمال الاجسام ومرشح لرئيس اتحاد كمال الاجسام، هو اللي رشحني للمركز هنا مع الدكتور احمد اشرف ان انا اجي اقيس القلب بالمجهود وكده. بس طبعا يعني قياس القلب بالمجهود انا اول مره اشوف حاجه بالمستوى دي موجوده في مصر، احنا نفقد الثقافه الطبيه الرياضيه موجوده في مصر، فطبعا مع وجود دكتور احمد اشرف ان هو بيساعد على في توعيه للرياضه والثقافه الطبيه في مصر دي، ده شيء كويس طبعا لدعم الرياضه والطب في مصر والفحص الرياضي. والله يعني انا كنت بعمل كشف دوري على طول بس مش بالان ديتيلز، مش كده يعني، كان اكتر حاجه اعملها ممكن رسم القلب بس الايكو العادي، لكن اول مره اشوف اللي هو رسم القلب القياس بالمجهود، في اهتمام في الكشف وكده، واول مره اشوف حاجه هنا في المركز يعني، حاجه قويه جدا يعني في مصر. تختلف من رياضه للتانيه على حسب القوه البدنيه والمجهود الرياضي على القلب، كل ما يكون القلب كويس وفي صحة جيدة يقدر يؤدي أكتر، يقدر يؤدي أقوى. يفضل أن كل لاعب متخصص في رياضته أنه يجي لازم يتابع، يعمل كشف دوري، يعمل تشيك على القلب، يشوف الدنيا معاه ماشية إزاي. بس أنا بحب أوجه الشكر لدكتور حازم خميس وأستاذ القلب في المركز ودكتور أحمد أشرف على المجهود اللي هم مبذول اللي عاملينه في المركز هنا، حاجة مشرفة فعلا. ودكتور أحمد أشرف ودكتور حازم خميس من الناس المحترمة جدا الداعمة للطب الرياضي في مصر. أهلا بكم بعد هذا التقرير. دكتور حازم ما تعليقك يعني جهد المركز اشتغلته عليه سنوات وسنوات، وفي الآخر بعد نتاج سنة ابتديت تشوف رياضيين بيجوا وبيعملوا كشف والناس أراها حتى كمان شايفها إيجابية، دي أكتر حاجة بتسعدنا يعني. زي ما قلت لحضرتك أن الهدف من المركز ده مش هدف ربحي من بأي شكل، بالعكس احنا يعني أبحاث القلب في المستشفى نفسها مكلفة جدا ويعني مغطية كثيرة من تكلفتها، لكن احنا زي ما اقول لحضرتك الهدف ليها رسالة يعني، زي ما اقول لحضرتك ان احنا لو قدرنا ان هذا المركز
فكره يصل للناس وكل رياضي يجي. مش هقول انا اقدر اعمله للناس ببلاش واقدر اعمله للناس بتخفيضات، دي فكره اقتصاديه تسويقيه، انا ما بكلمش في الناحيه دي. لكن احنا عندنا استعداد نعمل للرياضيين في مصر كل حاجه، بحيث ان الرياضي في مصر ده يبقى معاه ملف طبي لقلبه، وملف طبي لقلبه يتم اعاده الكشف ثاني بعد كل 3 سنوات زي اي مكان في العالم. ده الهدف اللي نفسنا يتحقق، ويا ريت يتحقق في اسرع وقت. تمام. طيب دكتور احمد عيسى، عايز اتكلم في جزئيه شفنا في ملاعب وفي مباريات كتيره وفي بطولات كبيره كمان يا دكتور حازم، الموت المفاجئ للرياضيين ده بيبقى راجع لايه، وهل بيختلف من دوله لاخرى؟ السؤال حضرتك ده مهم قوي. يمكن لو هنرجع للتاريخ، البدايه كانت بسنه 490 قبل الميلاد، كان شاب اسمه فيدبس كان حمل راية النصر للرومان على الإغريق، وجري من ماراثون لغاية ما وصل لأثينا، وفي أثينا مات بعد ما بلغ الرسالة دي. يمكن دي كانت أول حالة ريبورتد بالموت المفاجئ، والكلام ده كان يعني زمان. دلوقتي بدأ في حالات كتيرة قوي بقينا بنشوفها في الملاعب، ويمكن كان أقربها الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي، لاعب برضو منتخب الكاميرون، ومركز مفيفيان فوفي بالضبط، ولاعب سباق الدراجات السنة اللي قبل اللي فاتت، لاعب الووتر بولو في نادي هليوبلس. فبقت أصبحت حالات الوفيات كتيرة قوي، الأسباب متعددة قوي، ولكن في الآخر بيبقى سببها في الآخر خلل كهربي في القلب. ده سببه ايه بقى؟ هل هو هناك في تضخم، في حاجه اسمها تضخم الاعتلالي لعضله القلب، ان عضله القلب الرياضيين دايما بتبقى متضخمه بسمك معين مسموح به على الايه، على المقاييس العالميه. احيانا التضخم ده بقى بزياده لدرجه ان هو بيقفل مخرج الدم في قلب هذا اللاعب، وبالتالي بيصاب بخلل كهربي بيموت موته مفاجئه. الخلل الكهربي الاخر ان هناك بيبقى في مشكله في الضفيره الكهربيه للقلب، بتبان برسم القلب العادي، وممكن احيانا برسم قلب مجهود لا تكتشف لان اللاعب ده ما عملش اي فحوصات. لو هنتكلم عن اسباب كثيره قوي ممكن نقعد فيها حلقات، ولكن القصه كلها ان انت تقدر تعمل بالفحص ده، ان انت تقدر تدتكت القصه دي كلها وتقدر تشوفها، ولو شكيت في حاجه تقدر توصل لاعلى الاختبارات. الكتب العالميه والابحاث العالميه كان في دايما لعيبه بياخدوا منهم عينات بعد الوفاه عشان يعرفوا ايه التغيرات. كتير جدا من العينات بتطلع سلبيه، وبينتج عنها ان هي سبب خلل كهربي. احنا عندنا هنا مثلا في ايطاليا كان احد اسباب الوفيات في ايطاليا كان سببها حاجه اسمها تضخم في جدار البطين الايمن. في امريكا كان سببها تضخم الاعتلالي لعضله القلب. يعني تختلف من دوله لاخرى، دي الاحصائيات حسب الظروف. هي ايطاليا عملت احصائيات على الموت المفاجئ، وقالت ان اغلب اللعيبه اللي بيموت عندها بيبقى سببها هذا النوع من المرض. امريكا نفس الكلام. في ابحاث بتطلع بقى من الدول الثانيه بتبقى اجتهاديه، احنا عندنا في مصر ما عندناش داتا، ما نقدرش نقول لك ايه السبب اللي بيحصل. وبالتالي لان انت عندك حاجات كتيره قوي هنا في مصر، انت ممكن تلاقي بقى في شاب عنده سكر عنده ضغط ما يعرفش هو عنده ضغط او سكر. ممكن تلاقي عندك الهوكم ده او التضخم العضل الاحتلالي ده موجود انت ما تعرفلوش عندك، ما تعرفش، ما عندكش داتا موجوده. الحمى الروماتيزميه انت واخبار حضرتك بتؤثر على صمامات القلب، الصمام المي المترالي والاورطي، وممكن تؤدي الى ضعف عضله القلب، انت ما عندكش داتا على هذا الكلام. وبالتالي الفحص القلب الرياضي في مش بقولها دعايه في للمركز، ولكن دي حقيقه. المركز في كل الامكانيات احنا ماشيين بان احنا بنسجل الداتا كمان بتاعت اللعيبه، بحيث يبقى عندي داتا ايه اللي بيحصل، قياس كفاءه اللعيب. نقطه الموت المفاجئ حاجه اللي انا بقول مهمه، اهم حاجه ان الناس تتعود على قلب الرياضي التغيرات اللي فيه ايه. انت دلوقتي هتكتشف العيوب ازاي وانت ما انتش عارف في المراكز، والشباب اللي بيعملوا الفحوصات دي انه مش عارف قلب الرياضي ده شكله ايه، ان حجم العضله دي المفروض يبقى شكله ايه. لما تتخيل ان رسم القلب العادي ده فيه 28 ل 38 تغيير لقلب الرياضي، لو شفته في واحد مش رياضي يبقى ده تغير مرضي. يبقى الخطوه الاولى في جميع ابحاث قلب الرياضيين انك تدرب اللي هم المتخصصين يوميا ودوريا، انك انت ازاي تعرف ان ده تغير يمثل القلب الرياضي ده. لما تعرف ان دي التغيرات الطبيعيه لقلب الرياضي ده
هتقدر تعرف ان التيارات الاخرى تيارات ايه غير طبيعيه اللي هي 90% منها اللي بتبقى مسببه ل اللي هو الموت المفاجئ في الملعب. تمام. في حاجه بسيطه كده يمكن من حوالي شهرين في احد الانديه كان احد اللاعبين في تبادل ما بين الانديه فكشف عليه احد الزملاء وقال له صحتك اهم بكتير قوي من الكوره. لما جانا قلت له انا قلت للمدير الطبي قلت له بص ما شاء الله الله اكبر يعني المكنه الماني توكل على الله يتوكل على الله قلت له القلب قلب رياضي يتوكل على الله مفيش الكلام اللي هو اللي هحكي لحضرتك انك انت لازم تبقى عارف الطيارات دي. انا ما رحنا ليفربول وكنا لسه بادئين بقصه القلب الرياضي للطيارات الرسمه في القلب الرياضيين فلقيت ان كفايه عضله القلب نورمال يعني تبقى من 45 ل 48% في القلب الرياضي. احنا بالنسبه لنا كان ان تبقى شاب كفايه عضله القلب 45% دي ازاي يعني مزعجه. كنا نلاقي في رسم القلب تغيرات مهوله وكل ما نبص على التغير كنا نبص على التغير البروفيسور هناك في جون موريس يقول ده طبيعي ده طبيعي ايه ده كل دول طبيعي. معنى كده ان محتاج كل فتره يعمل يعمل كشف يعمل لا مش بس يعمل كشف ان انت كل ما تقدر تعرف ان ده طبيعي للرياضيين كل ما هتقلل الهلع. لانك انت تخيل انت لو راح هذا الرياضي لمركز مش متخصص واللي كشف عليه مش متخصص في هذا في القلب الرياضيين وقال له خلاص انت مش هتلعب. في قضيه مشهوره جدا الموت المفاجئ ده مرعب. ساعات زي الموت المفاجئ ده انك تقول للاعب ما تلعبش. تخيل انت ابنك كده مثلا بطل في السباحه ولا قدر الله كده انت قلت له ايه انت مش هينفع تلعب يعمل ايه؟ حاله احباط. انا شفت وانا في ليفربول شاب كان بيلعب هاندبول في فريق ليفربول شاب عنده 16 سنة ولازم يبطل رياضة 3 شهور فجاي هو عيلته كلها جاي هو أصحابه وصحباته يقابله البروفيسور سامورو ليه مش هيلعب يقول لهم ده ممكن يموت مش قادرين يسمعوا مش قادر يتخيل انه مش هيلعب مش قادرين الشباب اللي معاه مش قادرين يسمعوا كلمة انه ممكن يموت مش لكنه ما سمعوش هم يقولوا له ازاي ما يلعبش. فكنت انا دايما اقول انت قبل ما تقول للرياضي في لعبة تنافسية ولعبة بيحبها انت مش هتنفع تلعب زي ما انت بتقوله ايه انت هتموت. فعشان كده اللجنة في ليفربول جون موريس لجنة من 3 دكاترة اللي هي بالترمينيت اللعيب ان تقول اللعيب ده ما ايه ما ينفعش يلعب يلعب. شغلانة كبيرة جدا انك تقول للعيب محترف لعيب بيلعب في نادي كبير انت مش هينفع تلعب عشان قلبك. فعشان كده لازم الناس تعرف دكاترة القلب المتخصصين في هذا المجال لازم يعرف ايه الطبيعي للمرضى للاعيبه دول عشان اما الاقي حاجه غير طبيعيه اعرف اعمل اللعيبه. فكرتني إيه؟ بموضوع مهم جدا انا بقالي سنين مستني اللحظه دي عشان اعرف الموضوع ده حصل ازاي. اللاعب النيجيري كانو انتقل للعديد من الانديه الاوروبيه وفجاه لما انتقل للارسنال اتقال لك ايه؟ عنده مشكله عنده في الصمام عنده مشكله في القلب مش هينفع يلعب وكان عنده مشكله في الصمام الاورطي. صح قصة ازاي عدى على كل الانديه الاوروبيه دي من غير ما يبان؟ اكيد البحث ده شفتوه في اوروبا بالترتيب قوه البحث. تمام. لازم الناس تعرف ان انجلترا دي ما زال الطب فيها والطب المتخصص في القلب الرياضيين ده على اعلى مستوى. كل انديه الدوري الانجليزي عندهم اعلى مستوى مرتبط بالجامعات البريطانيه لتشخيص هؤلاء المرضى. فطبعا اول ما راح الارسنال وكشف عليه اكتشفوا ان عنده حاجه اسمها ضيق وراثي للصمام الاورطي. الصمام الاورطي ده بيبقى صمام ذو 3 شرفات. عند بعض الناس الصمام ده اللعيب بيتولد الشاب بيتولد بشرفتين. كانوا ما غيرش الصمام عشان كان محتاج يغيروا ايرجنت. كانوا غير الصمام عشان يكمل لعب. ان من شروط الارسنال عشان يكمل لعب انه لازم يغير الايه؟ الصمام. اما كشف في الدوريات الثانيه كان الضيق اللي في الصمام ده بعضهم شايفه لكن ما كانش ضيق مؤثر. الضيق المؤثر ده تم على مراحل مش تقول ان هم ما خدوش بالهم لكن الخطوه الاولى وده حاجه هي واضحه انك انت لو رحت مركز متخصص وقوي والدكاتره اللي فيه دي شغلتهم هتلاقي القرار ايه مختلف. عشان كده كنت مستغرب ازاي لعب في كل الانديه دي وما اكتشفش. نمبر 1 الطب القلب الرياضي في انجلترا ما فيش فيه هزار خالص اكيد. النمبر 2 ان هذا الصمام عند كانوا ما كانش محتاج تغيير عاجل. كانوا من كتر حبه لكره القدم غير الصمام ده مخصوص عشان يكمل. ولما اتشاف في دوريات تانية كان ما زال الضيق غير مؤثر خالص فما حصلش اي مشكله.
اخيرا لقيت الاجابه. انا بقالي سنين من خلال متابعتي للدوريات الاوروبيه موضوع كانو ده تحديدا كنت عايز اعرف ايه الاسباب، يعني ازاي بينتقل والدوريات في اوروبا كلهم أكيد. بمناسبه موضوع كانو برضو يعني في حاجات في قلب الرياضيين بتتعالج ويرجع يكمل لعب، بحيث ان الناس ما يحصلهاش برضو نوع من انواع البانيك والهلع ان هو لو عنده مشكله في القلب مش ده هو ده كانو غير الصمام كله ده غير الصمام يلعب كامل سنين. وبعد يرجع سنين يقعد يلعب سنين فهو عشان كده التشخيص هو الاهم، وما تعرف المشكله ايه وتعالجها لعيب ده يرجع سليم وناديه ما يتعرضش لمشكله وجماهير مدفوع فيه ملايين ومحبيه. هو حظه كويس انه راح ارسنال خلص الموضوع ده على طول. طيب دكتور احمد عايز اعرف يعني الرياضي او اللي بيلعب رياضه تنافسيه او رياضه عنيفه او رياضه بشكل عام عنصر التغذيه مهم جدا بالنسبه للرياضي، لكن عايز اعرف دور او اهميه عنصر التغذيه في امراض القلب بالنسبه للرياضيين، ليها تاثير ولا ملهاش تاثير؟ طبعا ليها تاثير. هبداها لك بحكايه كده كانت طريفه قوي قريتها عجبتني قوي. كان في فرقتين في احد مباريات كاس العالم فمنهم احد الفرق وصل له ان الفريق الثاني بياكل لعيبته كربوهيدرات مكرونه ويشربوا عصير، فالتاني قال لهم لا انتوا لازم تاكلوا بروتينات للصبح. اللي بياكل بروتينات ده ايه جاله عسر هضم، اللعيبه دول وخسروا الماتش خالص. القصه كلها ان تغذيه الرياضيين، الرياضي ده بني ادم عادي جدا يعني ممكن يجي له ضغط يجي له سكر، فلازم يبقى في نوع من انواع، واحد الكشف الدوري ان انت تبقى عارف الكوليسترول بتاعك اخباره ايه والبيز لاين بتاعك، اتنين لازم يبقى في بالانس ما بين البروتينز كربوهيدراتس الفاتس اللي انت بتاخدها، لان دي كلها مقاييس وبتختلف من لعبه للعبه. اللعبه البني اللي تعتمد على البنيان الجسمي دايما بيبقى البروتين فيها اعلى، لكن اللعبه اللي بيبقى فيها حركه بتحتاج طاقه على الكربوهيدرات بتبقى اعلى. فالحاجات دي كلها واحنا في المركز يعني معانا يعني زملاء ما شاء الله يعني على مستوى، واعتقد انتوا معاكم كمان تقرير كمان يعني هنسمع دلوقتي بالظبط لكن التغذيه دورها ليها تاثير على امراض طبعا طبعا يعني انت لما دلوقتي اما تاكل يعني اكلات عاليه السعرات الحراريه والدهون ده هيرفع الليبيد بروفايل بتاع هيأثر مع المدى الطويل على شرايين اللاعب. عشان كده الفيفا بتقسم اللعيبه قبل ال 35 وبعد الايه؟ بعد ال 35، ده بيبقى ليه فحوصات وده ليه فحوصات ثانيه. لو احنا عشان كده المركز زي ما انت قلت كده مش قصه ان احنا نفحص قلبه بس، يعني احنا ليه عندنا 3 شرايين على الاقل تغذيه للرياضيين؟ عندنا 3 نفسيه استاذه في الامراض النفسيه للرياضيين. تمام. لان الرياضي ده زي ما انت شايف كده حاجه متكامله تمس قلبه، يعني ما هو الاكل ده لو ما بقاش مظبوط قد تنتهي مشكله في شرايينه. لو نفسيه هذا اللعيب مش مظبوطه وما فيش حد مهتم بنفسيه اللعيب ده هياثر على ضغطه على نبضه على نفسه، يعني الموضوع متكامل. عشان كده المركز بقول لحضرتك هو كوبي من المركز اللي موجود في جو موريس ليفربول، واضفنا عليه حاجات مش عندهم. يعني حتى ما جم افتتحوا المركز حضروا الافتتاح ما كانش عندهم الباتش بتاعت اللي هو الهولتر اللي هو للسباحين. انت عارف دايما الهولتر اللي هو رسم القلب الديناميكي ده متوصل باسلاك ويقول لك ما تستحماش وما تجيش الميه عليه. احنا جبنا الباتش دي، الباتش دي تقدر تحطها على صدر العيان يتابع نبضه طول الوقت، تنزل سباحه تنزل غوص تقعد بيه اسبوع تستحمى ما تعملش حاجه، ووايرلس ما فيش حاجه متصله بيه. ما كانش عندهم اما جم لقوا مثلا عندنا الهولتر ده بالستلايت، يعني انت ممكن لعيبك ده بتتابعه مثلا وهو في الاسماعيليه او هو في بورسعيد وعلى السنتر عندنا، مجرد انت حطيت له الباتش ديت كنترولد بالستلايت وانت شايف كل رسم قلبه هو في حته ثانيه خالص. ما كانش الكلام ده موجود، ما كانش عندنا حاجه اسمها انك انت يبقى حد مركب باتش 40 يوم. ما هو في ناس الضربات القلب واضطرابها ده ما بيجيش كتير، يقول لك انا بيجي كل اسبوع، طب هتعمل ايه؟ فيعني قصدي ان احنا حاولنا نحقق في المركز من ناحيه الاجهزه على اعلى حاجه موجوده في العالم وقد تكون مش موجوده في مراكز كبيره في اوروبا، وزي ما قلت تاني وتالت اللي لازم اللي انتربريتيت او يانالايز الحاجات دي يتابعها ويحللها يكون حد فاهم. ايه الفايده يعني لما يكون عندك احسن جهاز في العالم واللي بيقراه مش عارف يقراه؟ هتبقى مشكله فعلا. مشكله لا الواحد فخور يا دكتور حازم يا دكتور احمد
بكم هذه المعلومات وبكم هذه الامكانيات اللي موجوده داخل مصر وتحديدا مركز القلب الرياضي داخل مصر، يعني الاكبر في الوطن العربي وفي المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه، ده الواحد بيبقى فخور بحاجه زي دي داخل مصر، وبالتاكيد هتعود بالنفع على كل المنتخبات وعلى كل اللاعبين خلال الفتره القادمه. لكن بما ان احنا اتكلمنا عن عنصر التغذيه نخرج لتقرير نسمع فيه دكتوره نورهان انديل استشاري التغذيه في مركز القلب الرياضي ماذا قالت عن دور التغذيه وتاثير التغذيه كمان على القلب اللاعب الرياضي خلال الفترة القادمة. أنا مبسوطة جدا أن أنا انضميت لفريق العمل بالمركز هنا. المركز لا يقل تماما عن أي مركز عالمي، بل بالعكس أنت عندك الكاليبرز الأقوية جدا وعندك الإكويبمنتس وعندك كل حاجة تخليك على نفس مستوى المراكز العالمية. اهتمام المركز بالتغذية ده دليل على أنه هما مهتمين بأن البروتوكولات كلها تبقى بروتوكولات كاملة. التغذية هنا احنا it's not a matter of nutrition، تغذية الأكل بس، it's health coaching، الهيلثي لايف ستايل كلها، لأنه أنت بتتكلم قلب الرياضيين فأنت لازم تهتم بكل حاجة ليها علاقة بتغذيته عشان صحته عشان يقدر يبرفورم كويس عشان تبروتكت قلبه أصلا من أنه يحصل له أي مشاكل وعشان in case أنه حصلت مشاكل تأفويد أن المشاكل دي تتكرر تاني. بص هو رياضيين بقى غير الناس العاديين، فالأهمية التغذية ما بتبقاش قبل البطولات، بتبقى أهمية التغذية في أنه لازم يهتم بكواليتي أكله طول الوقت مش بس قبل البطولات. بس احنا بنيجي وقت البطولات بنهتم بحاجتين، بنهتم بالتغذية جدا وبنهتم بحالته النفسية جدا، والاكل ليه تأثير مباشر على الحالة النفسية، فبنهتم انه الرياضي يبقى فاهم انه في اكلات معينة لازم يتجنبها تماما وفي اكلات معينة لازم يهتم باكلها، لان الاكلات دي for example هتزود الـ5HT هرمون السيروتونين هرمون اللي هيخليه in a good mood، يخليه يقدر يتقبل انه في تحدي وفي حاجة stressful الفترة دي. فبنبقى مهتمين جدا بانه مش بس الاكل اللي هياكله عشان يقدر يبرفورم، لا الاكل اللي هياكله عشان نفسيا يقدر يتقبل الصراع اللي هو داخل عليه. طبيعة التغذية مختلفة مش بس من رياضة لتانية، هي مختلفة من طبيعة جسم لطبيعة جسم، فهو بيعتمد على percentage الفاتس في جسمك قد ايه و percentage المسلز في جسمك قد ايه، وطبعا المعادن والمية بلس انت النشاط بتاعك comparable بالنسب دي. فانت بتتكلم الناس اللي بتجري غير الناس السباحين غير الناس اللي بيلعبوا كورة، يعني كل حد مختلف عن التاني. فانت overall اهم حاجة ان انت بتكون بتحسب النشاط الحركي بتاعه مع النشاط الذهني ونسب توزيعة الدهون والعضلات في جسمه، كل الحسابات دي هي اللي بتخليك في الآخر قادر تعمله النظام الغذائي المناسب لحالته الصحية ولطبيعة الرياضة اللي هو بيلعبها. الشخص العادي هو مفيش، الموضوع مش صعب، هو الموضوع احنا اللي بنقول للناس العادية ان انت لو عايز صحتك تبقى كويسة فالموضوع محتاج منك 30% على الأقل ممارسة رياضة. ف30% ممارسة رياضة دي يعني احنا بنقول للناس العادية خليكوا برضو رياضيين، فده مش معناه ان انت لازم تروح الجيم او لازم تكون بتلعب رياضة معينة، ده معناه ان انت لازم تعمل اي نشاط حركي بطريقة منتظمة، هي دي الرياضة على فكرة. والفرق بين الرياضيين والناس العادية ان هو بيعمل الرياضة منتظم عليها، حاسس بمسؤولية باهمية الرياضة، حاسس بدورها فهو منتظم عليها. لكن الناس العادية لما بتمارس رياضة بتمارسها on and off، فهي دي المشكلة. فدايما بنقول للناس انه دور الرياضة 30% ودور الاكل 70%، فالاثنين مهمين. فال 30% بتوع الرياضة دول محتاجين منك انك تعمل نشاط تكرره دايما. لكن تيجي بقى على الرياضيين، للأسف في رياضيين معتمدين على ان هم بيلعبوا رياضة فشايفين انه انا ممكن اكل براحتي لاني كده كده بحرق ولاني كده كده بتمرن، فده بتكون نتيجته انك ممكن تلاقي حد جسمه بيرفكت ولايك عنده بطن او هو مش مرتاح وهو بيتمرن بيعمل حركات معينة. فهي دي الفكرة انه الكمبرومايز بين الاثنين مهم جدا، بس شوية الرياضيين بقى بياخدوا مننا مجهود اكتر عشان نفهمهم اهمية التغذية، انه مش بس عشان انت بتتمرن فتاكل الاكل المناسب بس للتمرين، لا انت في اكل لازم تتجنبه تماما، في اكل ينفع تاكله قبل التمرين، في اكل لازم تاكله بعد التمرين. هي دي الفكرة ان انت بترتب له بس الدنيا شوية. اهلا بحضراتكم من جديد، وكلام مهم للدكتور نورهان انديل استشاري التغذيه في مركز القلب الرياضي. معلومات مهمه جدا بتتقال في الملف ده، نسبه 70 30% نسبه كبيره جدا يا دكتور حازم.
يعني عنصر التغذية أصبح من العناصر الأساسية في تكوين وتجهيز الرياضي بشكل عام. هي دي الحقيقة. تتخيل أنت التغذية دي للشخص العادي من هو طفل وهو كبير تمثل أهم حاجة في حياته، فما بالك بقى بالرياضي ده. الرياضي ده مفروض أكله ده بره مفيش هزار في الأكل ده خلاص، في اللعيبة جميع اللعبات والمشرفين التغذية الطبية للرياضيين على أعلى مستوى. مفيش لعيب في العالم يقدر ياكل سندويتش لوحده، ما يقدرش ياكل بسكوتايه لوحده، ما يقدرش يشرب اي عصير غير لما ياخد بيه اذن او يجيب المسليات في الاوضه في المعسكر كده. فيش الكلام ده هناك. فيش الكلام ده هناك. عنده هناك الربع كيلو والنص كيلو والكميه الفاتس اللي في جسمه والسكنس بقى العضلات كله مرتبط بالاكل. تعرف حضرتك اللعيب بيتوزن قبل وبعد الماتش. يعني تاخد حضرتك في في وزن دوري لا قبل الماتش وبعد الماتش عشان كميه سوائل. الدكتوره نورهان قالت جمله قالت لك احنا بنجد صعوبه مع الرياضيين. ليه؟ في الاستجابه. الشخص العادي انت ممكن تقول له بطل مكرونه بطل نشويات بسهوله، الرياضي يقول لك ما فكره ان الرياضي بيحرق. متخيل ان طول ما بيلعب وبيحرق يبقى ياكل اي حاجه؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص. القصه ان الجسم الرياضي تبع للرياضة اللي بيعوزها كل حتة في عضلاته كل حتة في جسمه محتاجة نوعية معينة من الأكل وكميات متوازنة من البروتين من النشويات من الفيتامينز فلو أنت الرياضي ده ما اهتمش بالكلام ده هتبقى مشكلة كبيرة. وإحنا عندنا المشكلة دي من وإحنا صغيرين، يعني مشكلة الأكل في البيوت المصرية دي مشكلة مشهورة لأطفالنا العاديين وبيلعب كورة وطول النهار بياكل حلويات ونشويات مش عايز ياكل بروتين خالص مش عايز ياكل خضروات خالص. تعال انت في اي بيت دلوقتي حاول طفلك اللي هو عنده 10 12 سنه حاول مثلا ياكل طبق خضار ولا طبق سلطه في صعوبه لان الثقافه عندنا ثقافه مختلفه. ثم بقى ما انتشر الجانك فود والدليفري فود ده الوجبات السريعه بقت خلاص كلها دهون كلها نشويات كلها زيوت الفايده فيها منعدمه وبتعرض هؤلاء الشباب من صغرهم اصلا كان لا يتخيل ابدا انك تلاقي رياضي بيلعب رياضه عنيفه جدا وكوليسترول بال 300. يعني الوجبات السريعه دي نو واي اي لعيب او اي رياضي اي لعيب ده رياضي في العالم ما يهوبش ناحيه الجنك فود ده. يا نهار الدليفري فودز دي اتاكلها ازاي؟ ده عباره عن كالوريز مختلفه دهون وزيوت مختلفه الفايده كلها فاتس مضره تترصب في جدار البطن ثم تترصب في الشرايين. حد كان يسمع زمان ان حد يجي له ازمات قلبيه في الشباب في العشرينات والثلاثينات؟ انا في كليه الطب كان في صوره شهيره جدا بناخدها في ماده القلب يعني في كليه الطب ان الناس قاعده في مطعم في اوروبا وراجل كبير في الستينات في السبعينات طالع من المطعم فلقى الجو ساقع جاله ازمه قلبيه. كنا اتعلمنا كل ده الكلام ده ما كانش موجود خالص. الكلام ده مستشفياتنا لو تدور على الرعايات المركزة في مصر في مصر من العشرينات وثلاثين سنة جانك فود استرس وسموكي. تخيل انت بقى يدخنوا بياكلوا اكلات رهيبة واسترس فما بالك كمان اللي بيمارسوش رياضة كمان يعني في الزون اللي احنا فيه. وتخيل انت مثلا شباب مصر اللي بياكلوا الساعة 3 4 صباحا دول تخيل انت السعر الحراري في الفطار بسعر حراري السعر الحراري في الغداء ده باتنين سعر حراري قبل الساعه 5 6 مساء السعر الحراري في العشاء ده بثلاثة سعر حراري اللي احنا كلنا بقى بنعمل ايه اول ما نروح كلنا نحب ناكل كتير بالليل. الجزء الثاني في المصريين لا مش باكل بالليل بس ده باكل كتير كمان بالليل لا مش باكل كتير. الجزء اللي هو الاكل بين الوجبات اكتر ناس في العالم احنا والامريكان ناكل بين الوجبات زي ما انت شايف كده بعد ما تفطر وتغدى تيجي ايه بتاكل راح تتسلى كده على حاجات بتاكل المولتو بتاكل نشويات حلويات طول الوقت طول الوقت. الرياضيين مختلفين ولذلك الرياضيين في مصر اللي احترفوا بره مين فيهم بيكمل؟ زمان ما كنتش بعرفوا يكملوا ما يقدرش على الحياه دي. دلوقتي عندنا ما شاء الله كثير من المصريين المحترفين في الانديه العالميه بيكمل ليه؟ لان بقت شغلانته بقى عارف ان لو ما عملش المطلوب ده اكلا ونوما ولياقه وصحه ونفسيا مش هيلعب مش هيلعب. وكان زمان اللاعب المصري لما يسافر ويكون قرشين عايز يرجع عايز يرجع يفتح مثلا سوبر ماركت يفتح جنس عربي خلاص هو كسب بالنسبه له هو ده الماكس ده التارجت او ده التارجت. شوف رونالدو بيعمل ايه شوف ميسي بيعمل ايه في السنين ديت اما تخيل اتنين لعيبه ياخدوا احسن لعيبه في العالم 10 سنوات في الثلاثينات دلوقتي شعوب العالم كلها بتدور على القنوات اللي بيلعب فيها ميسي بيلعب رونالدو. ففضل الله سبحانه وتعالى ان جالنا لعيب مصري
كلنا بنستناه يعني ربنا يكرمه الكابتن محمد صلاح اللي هو خلق هذا العنصر من الالتزام والانضباط. بقى انا عايز اقول يعني اسف للمقاطعه، دكتور حازم خميس من المحظوظين يعني اللي بيحتفظ بتيشيرت خاص لمحمد صلاح بما ان بقى في ليفربول نادي ليفربول. الفكره ان الدكاتره بتوع جامعه جون موريس في ليفربول اهدوا المركز في صفه رئيس المركز، فنيله ليفربول اللي عامل مضى عليها كل لعيبه ليفربول بالظبط. فانا خرجت من الاحتفال لقيت ابن الصغير بيقول لي اوعى ترجع من غير التيشيرت. فقلت له كلمته قلت له اخوك الاكبر كان موجود في الاحتفال فخد مني التيشيرت. قال لي ازاي؟ قلت له ده تيشيرت اللعيبه كبار، انت عندك 12 سنه هتلبس التيشيرت ده صغير؟ قال لي مفيش هزار. المهم ليفربول قالوا ممكن نحط التيشيرت ده في برواز ونحطه في المركز بالظبط ولا الدموع. انا روحت البيت قلت خلي اليوم يعدي على خير، فخدت انا التيشيرت معايا وسلمته لابني الصغير، فقفل عليه دولاب مقفول عليه لحد دلوقتي. فالمهم بفاوضه قلت له احنا لو فكرنا نبيع التيشيرت ده ونتبرع بالفلوس وللعيبه هنبيعه للعيبه؟ مش عاجبني فكره ان احنا نبيعه للعيبه. فقلت برضه ثروه قوميه ان انا عندي محمد صلاح بالنسبه لنا كل الناس فخر العرب. فخر مصر وفخر العرب حاجه جيده جدا. طيب دكتور احمد عيسى برضه عايز اسالك على درجه الجهد بالنسبه للاعب الرياضي، بتقيس الدرجه ولا بتبقى ليها درجات متفاوته بالنسبه للاعب؟ اوريدي عندنا في جهاز بيقيس الجهد في جهاز هذا ده بيقيس اللياقه البدنيه وبنعرف اللعيب ده بيتمرن كويس ولا لا، ما بيتمرنش كويس قوي يعني بمعنى اصح بنفقسه بسرعه. بس لمصلحته يعني يعني في احد اللاعبين من يومين كان جاب اقل من 80%، بلغنا المدرب ان ده محتاج يعيد الفحص بس بعد ما يعمل اختبارات لياقه بدنيه اكتر من كده، لان ان انت بتقيس حاجتين، بتقيس كفاءة القلب وقدرتها بنظام رسم القلب المجهود، ورسم القلب المجهود التنفسي بتقيس قدرة الأكسجين أو تشبع الأكسجين في الدم مع المجهود العالي بيوصل قد إيه. الحاجتين دولت لما بيتحطوا على بعض بنقدر نوصل اللياقة البدنية للاعب ده أخباره إيه. تمام دكتور حازم، وإحنا في ختام الحلقة يعني سريعا بس عايز أعرف في بروتوكول تم توقيعه مع اتحاد الاوكسا اللي بيضم حوالي 60 اتحاد رياضي، ايضا كمان مع الاتحاد الدولي لكره اليد مع دكتور حسن مصطفى، طبيعه البروتوكول وتنفيذ ده بقى الاليات التنفيذ خلال الفتره القادمه. احنا عملنا بروتوكول مهم، الاتحاد الدولي لسه من يومين طلب كل الخدمات اللي في المركز والمستشفى، لان انت عارف 2021 هيبقى بطوله العالم لكره اليد هتبقى في مصر. في حماس جامد في الاتحاد الدولي بقياده الدكتور حسن مصطفى بصراحه، لدرجه انا كنت في ميلانو من يومين وهو عارف ان انا ممكن اروح لوزان يعني في سويسرا، فكلمني في التليفون وقال لي ان ممكن استناك لو انت جاي يعني ربنا يكرمه يعني. والبروتوكول هيبقى مركز القلب الرياضي في وادي النيل هو اللي هيبقى مركز التميز للاتحاد الدولي في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا كلها، هيبقى عندنا الفرصه ان كل لعيبه اللي هتيجي البطولة احنا المسؤولين عنها، عنده هيبقى في رسالة لكل الاتحادات كرة اليد في افريقيا والشرق الاوسط هتبقى مدعوة ان تعمل فحص الرياضي لقلبها في مستشفى وادي النيل. دكتور احمد ناصر نفس الكلام في الاوكسا، عملنا البروتوكول لكن هو كان مسافر الفترة اللي فاتت وهيرجع عشان نفعل البروتوكول بنفس الشكل، ان الاندية ان الاتحادات اللي تحت قيادة رئيس الاتحاد الخماسي او كابتن احمد ناصر احمد ناصر هتبقى كلها مركز وادي النيل لطب القلب الرياضي، هتبقى مركز التميز اللي هتقوم بفحص قلوب هؤلاء الرياضيين. وبمناسبه النادي الاهلي الدكتور رانيا عنواني زميلتنا طبعا واخت عزيزه معانا في المركز، وان شاء الله كمان هي وعدنا ان شاء الله باذن الله بزياره هي ومندوبين من النادي الاهلي عشان زياره المركز واعتماده للقلب بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. دكتور احمد عيسى كلمه اخيره تحب تختم بها حوارك؟ انا يعني اولا انا مبسوط جدا ان احنا مع حضراتكم. قلب الرياضيين انا وجهه نظري المتواضعه انه بيغير شكل طب الوقائي في مصر، لان الهدف مش احنا بادئين من المحترفين، لا احنا بادئين من تحت، انت واخد حضرتك من الاطفال واللي في المدارس لغايه اما يوصلوا سن الاحتراف. لو احنا بدانا بالقصه دي كلها اعتقد ان احنا غيرنا، مش احنا بنسافر كاطباء نتعلم بره نعالج، لا احنا دلوقتي بنغير المفهوم ان احنا بنبدا بالوقايه والوقايه خير من العلاج، وانا شايفها هتبقى من قلب الرياضيين باذن الله. دكتور حازم كلمه اخيره. احنا عندنا ملايين
ملايين من المصريين بيلعبوا رياضه، وملايين من المصريين قلبهم مهم جدا. الرساله لازم توصل لكل الناس بما فيها المسؤولين في الدوله، ان فحص قلب الرياضيين من سن المدرسه لحد سن الاحتراف تمام، ده مسؤوليه قوميه، واعتقد ان سياده الرئيس والحكومه تمام متفهمه ذلك تماما. دكتور حازم خميس انا بشكرك شكرا جزيلا، دكتور احمد اشرف عيسى بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليكم خلال الفتره القادمه باذن الله، ويكون مركز القلب الرياضي ليه دور في الفتره القادمه مع الرياضيين سواء في الالعاب الفرديه او حتى الالعاب الجماعيه. شكرا جزيلا لك. كانت فقره مهمه جدا بنختم بها النهارده حوارنا في برنامج الاهلي الليله. ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه في مساله الطب الرياضي وتحديدا مركز القلب الرياضي يكون ليه دور مع الاتحادات الرياضيه والانديه بشكل عام وبشكل خاص، والنادي الاهلي زي ما قال دكتور احمد اشرف عيسى ان النادي الاهلي باذن الله يكون ليه زياره مركز القلب الرياضي خلال الفترة القادمة بالاتفاق وبالتعاون مع دكتور راني علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. إذن في الختام نتمنى كل التوفيق يا رب بإذن الله للرياضيين بشكل عام ولأسرة النادي الأهلي بشكل خاص، وفي الختام السلام ونشوفكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.